صباح الفل وصباح السعادة والخير وصباح الأهلي على كل مشاهدينا وعشرة الصبح في الأهلي من كل مكان في العالم. النهاردة بداية الأسبوع 17/21/21 والنهاردة كمان بيصادف إن شاء الله الأهلي ماتش الأهلي والبنك الأهلي وإن شاء الله كده تبقى مباراة قوية وتنتهي بفوز عظيم للنادي الأهلي. صباح الفل عليك يا كريم. صباح الفل عليكي وإن شاء الله يعني يسمع من بقك ربنا وكلنا إن شاء الله نشهد ونتابع مباراة قوية كالعادة كما هو متوقع من النادي الأهلي اللي دايما بيلعب بروح الفانيلا الحمراء اللي دايما بيحقق كل الانتصارات اللي بترضي كل عشاقه وكل جماهيره في كل مكان. اهلا بكل حضراتكم وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. اخبار الويكند معاك كان ايه؟ والله خامل تمام. هيقول لي برده نايم طول الايام. عارفه لو نايم اقول لك ماشي، عارفه الوقت اللي هو بيعدي على الفاضي لا لحقتي تنامي فيه ولا لحقتي تعملي حاجه مفيده فيه، خمول وسكون بس. ليه كده؟ حاله على فكره الحاله دي يعني كتير من الناس انا بتصادف ان انا بسمع ان هم برضو بيقولوا عندنا حاله كسل، عندنا حاله كده مش قادرين نعمل حاجه، بس دي غريبه. العام نهواند مش مساعده، يعني المود العام مش لطيف، تفتحي الفيسبوك تلاقيكوا يا اما صفحه وفيات يا اما بقاء لله يا اما الف سلامه يا اما الف لا باس، فاهم قصدي؟ الاجواء كلها كئيبه، كل شويه فهم من حد تعرفي ان في حد حبيب او صديق او قريب او اخ او اخت او كذا اصيب بكورونا، فالموضوع بتاع كورونا ده الحقيقه بيلقي بظلاله على نفسيه كل الناس في كل مكان في العالم، فربنا يعديها بقى على صح. انا معاك، كورونا فعلا عامله حاله طبعا. يعني مش كويسه بينا، وفي نفس الوقت السوشيال ميديا خلي بالك دراسات كتيره كانت بتتكلم ان السوشيال ميديا ليها تاثير ممكن يكون جزء منه ايجابي او مفيد، بس التاثير الاكبر هو انه او الاضر يعني انه هو ليه تاثير سلبي بشكل كبير جدا على صحه الانسان. يعني فمعرفش انا بتفق معاك طبعا، دلوقتي بقينا نفتح فيسبوك كله فعلا وفيات. انا والله صفحة لا وكمان وفيات، يعني مثلا واحد يقول توفى الى رحمه الله جوز ابن عمه مرات جدي، يعني اللي هو حاجه بعيده جدا طبعا الله يرحمهم، بس يعني مش محتاج فيها ان انت برضو تعمل اعلان. يعني انا بحس ان في مبالغه او مبالغه في حاجات زي كده برضو اللي هي الحاجات او الاخبار السلبيه او اللي مش كويسه، ما اعرفش يعني. بصي هو الحاجه الاكيده نهاوند ان العالم كله بقالنا سنه وشويه لغايه دلوقتي اهو ادينا عايشين اجواء غير مسبوقه على الاقل بالنسبه لاغلب الاجيال. يعني اغلب الاجيال اللي هي ايه مش السن، ما عصرناش حاجه زي دي قبل كده، ما شفناش ومرناش بحاجه زي دي قبل كده، فاهمه ازاي؟ انا فاهمه معاك طبعا طبعا. الفتره اللي فاتت ليها جزء سلبي كبير جدا على العالم كله طبعا. على الاقتصاد وعلى السياحه وعلى دول كتيره جدا تضررت ده، وكمان على المستوى الشخصي وعلى الرياضه طبعا اساسي. بس برضو انا بشوف ان كل مصيبه بتحصل في جزء ايجابي، يعني زي ما كنت بقول لك يا كريم من اسبوع تقريبا، يعني احنا كنا زمان نقعد نقول يا ريت لو نشتغل من البيت، يا ريت لو احنا بندرس من البيت، يا ريت لو احنا نفضل يبقى في جو اسري ونشوف اهالينا وقرايبنا اللي ما بنشوفهمش بقالنا فتره. في ايجابيات برضو حصلت من هذه الكارثه اللي العالم كله تضرر منها، فانا ببص شويه للجانب يعني ايجابي، يعني بحاول على قد ما اقدر. دي بقى كانت ايه المخرج دي حفضت خيرك حرنكش اخوك ابراهيم طمان مخرجنا الجميل المخرج ادانا حرنكش مش عارف ينفع اكلها على الهواء ولا عدد ايه عدد واحد حرنكشايه انا شلت بتاعتي للفصل كتر خيرك والله. أيوة. المخرج بتاعنا برضو يعني انسان كريم. خلينا بقى نبدا مع حضراتكم اول اخبارنا، واكيد حابين نبدا باخبار ايجابيه وبنتكلم عن مشروعات النادي الاهلي اللي عمل فيها زي ما بيقولوا كده مستمر على قدم وساق. امبارح بقى تحديدا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي قام بجوله تفقدية بفرع الشيخ زايد، ده كان برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي علشان يطمنوا على سير العمل في المشروعات الإنشائية اللي مفروض هتنتهي قريب خلال إن شاء الله الفترة المقبلة. تضمنت الجولة دي بقى متابعة أعمال هنا التشييد، أعمال البناء الخاصة بمجمع صالة الاسكواش اللي مفروض هتضم 8 ملاعب بالإضافة كمان لصالة الكاراتيه. الحقيقه كانت جوله بناءه جدا وتضمنت كمان جوله الكابتن محمود الخطيب واعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي متابعه كل الاعمال الخاصه باماكن الجلوس الجديده للاعضاء اللي هيتم تخصيصها طبعا لمتابعه التدريبات في كل الصالات الرياضيه المختلفه واللي بيجري العمل فيها على قدم وساق في الوقت الحالي من اجل الانتهاء منها في اقرب فرصه واقرب وقت ممكن. شملت الجوله كمان متابعه اعمال البناء في المنطقه المواجهه الاخرى اللي بتضم مبنى اجتماعي جديد وملعبين لاكاديميه كره القدم بالاضافه الى عدد من المنافذ اللي ان شاء الله هيكون من شانها تقديم افضل الخدمات التي تليق بكل عضو من اعضاء نادي القرن. ايضا استعرض الكابتن محمود الخطيب مع المهندس سامي حالي كامل المستشار الهندسي لمجلس الاداره والساده المهندسين والمنفذين للمشروعات الجديده المخطط الانشائي العام للمشروعات الحاليه والمستقبليه في فرع النادي بالشيخ زايد من اجل دراسه الوقت الزمني المطلوب لانجازها في اقرب وقت بشكل يتناسب مع طموحات كل اعضاء النادي الاهلي.
النهارده مباراته ضد فريق البنك الاهلي على استاد حرس الحدود الماكس، ده ضمن منافسات الجوله الثامنه في بطوله الدوري الممتاز. امبارح كان اخر مران بقى على ملعب التتش قبل المباراه، حرس باتشو موسيماني المدير الفني للفريق ان هو يعقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين، ده طبعا قبل انطلاق المران، وان هو يعمل حديث معاهم برده عن الجوانب هنا بقى الفنيه بنتكلم، والخططيه وطريقه اللعب اللي بيرغب في تنفيذها خلال مواجهه البنك الاهلي. اعتقد يا كريم هتبقى مباراه قويه جدا، ربنا يسهل، واحنا ان شاء الله بننتظر مش بس ماتش فيه فوز، لا ماتش حلو، كوره حلوه تتلعب ان شاء الله النهارده بتوقيت الساعه الخامسه. في مشهد حصل امبارح عايزين نتكلم مع حضراتكم عنه ونلقي عليه الضوء، هو الحقيقه يعني حاجه في منتهى الاهميه ومن ضمن الامور اللي بتميز جدا المدير الفني بيتسو موسيماني. امبارح اجتمع موسيماني مع اللاعب ناصر ماهر طبعا على هامش المران الجماعي امبارح للاطمئنان على حالته الصحيه وللتعرف على كل المستجدات. طبعا الاصابه اللي كان تعرض ليها اللاعب طبعا كان اجرى جراحه في الكتف بعد الاصابه اللي تعرض ليها خلال مشاركته في مباراه مصر المقاصه بالدوري العام. طبعا بيخضع حاليا لبرنامج علاجي مكثف، وموسيماني كان الحقيقه حريص جدا انه يعرف مدى التحسن اللي طرا على حالته. وطبعا نقدر نقول ان اجتماع موسيماني بيبقى له يعني النوع ده عموما من الامور اللي دايما بتصدر عن بيتسو موسيماني بيبقى لها دايما اثار معنويه على كل اللاعبين، وخصوصا اي لاعب مصاب بيفرق معاه جدا النوع ده من الامور، بيخلي روحه المعنويه مرتفعه، بيكون عنده حافز كبير للعوده، حتى لما بيرجع للمشاركه في التدريبات الجماعيه بيحس ان مدربه قاعد مستنيه، بالتالي النوع ده من الامور انعكاساتها النفسيه الايجابيه بتقلل بطبيعه الحال من فتره جاهزيته ودخوله وسط المجموعه. اكيد الجانب المعنوي فعلا حاجه مهمه جدا عشان نطلع احسن ما عند كل لاعب من لاعبي النادي الاهلي. طبعا ناصر ماهر لاعب يعني كويس جدا، هو من مواليد 97، وهو لاعب خط وسط هجومي ولاعب متميز جدا، وخليني اقول كمان دي مش صدفه، موسيماني اصلا بارع في الامور اللي زي كده، قبل كده كمان يا كريم عملها مع مروان محسن صحيح. بعد لما كان تعافى يعني من الكورونا، وشفنا كمان تفاعله مع اهداف وليد سليمان اكيد، وكلامه كان بشكل لافت جدا عن وليد سليمان وازاي كان بيتمنى ان هو يدرب الاهلي من زمان عشان يدرب تحديدا وليد سليمان لما كان كمان في عزه. موسيماني خليني اقول لحضراتكم كمان زي ما بنقول هو نفسيا بيريح اللعيبه بشكل كبير، وده بياكد اهميه بقى الجانب المعنوي اللي كتير من النقاد الرياضيين كمان اكدوا عليه. فعلا الفريق الى حد كبير اللعيبه فيه نفسيا كمان بقوا اريح، وده ظهر في طريقه اللعب، يعني اللاعب برده بيفرق معاه جدا ان هو يكون مرتاح، ففكره ان انت بتتدرب كويس جدا ومع مدير فني محنك، ولكن كمان الجانب المعنوي كويس، فاعتقد دي بقى توليفه رائعه في النهايه ان انت تقدم فعلا لعبه محترمه ولعبه قويه، وده فعلا شفناه. هنتكلم النهارده كمان من ضمن الحاجات المختلفه اللي هنتكلم مع حضراتكم بخصوص، هنتكلم عن منافسات الجوله الثامنه للدوري المصري ولقاء فريقي الاهلي والبنك الاهلي في مواجهه مهمه جدا، لان الاهلي هيواجه فريق منافس اللي بيدربه حاليا هو مدربه كابتن محمد يوسف اللي سبق طبعا وحقق بطوله افريقيا مع النادي الاهلي واللي ليه تاريخ طويل وعريض مع النادي الاهلي. طبعا الاهلي بيسعى لتعزيز صدارته للدوري بعد ما حصد 16 نقطه خلال المباريات الماضيه. طبعا يعني عندنا تفاصيل كتير، خلونا الأول نشوف هذا التقرير عن رحلة النادي الأهلي في الدوري ونرجع بعدين نكمل كلامنا، اتفضل. بمعنويات مرتفعة وطموحات عالية بدأت مع العام الحالي، تدخل كتيبة النادي الأهلي اليوم مواجهة البنك الأهلي في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والتي ستقام بالإسكندرية لمواصلة الانتصارات وتقديم عروضه القوية التي تنتظرها جماهير المارد الأحمر دائما. الانتصار الأخير الذي حققه الأهلي على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف في لقاء شهد تألقا ملحوظا للاعب المخضرم وليد سليمان، منح الفريق دفعة قوية لمواصلة النجاح في تصدر مسابقة الدوري والتي يحتل قمتها الأهلي برصيد 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادل سلبي وحيد أمام وادي دجلة. سجل لاعب الفريق 16 هدفا وسكن شباك الحارس الدولي محمد الشناوي هدفان. وخلال 48 ساعة الأخيرة أتم الفريق استعداداته الجمعة والسبت بعد راحة سلبية حصل عليها الفريق لرغبة المدير الفني في منح الفريق فرصة لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن ضغط المباريات. ويبحث المارد الأحمر عن فوز جديد يزيد من الدفعة المعنوية للاعبين قبل الذهاب إلى المعترك العالمي للمنافسة في بطولة
بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق مطلع الشهر المقبل، ويشارك فيها نسر القلعة الحمراء بصفته بطل القارة السمراء بجانب كبير أندية أوروبا حاليا بايرن ميونخ، وبطل الكونكاكاف تايجر أونال المكسيكي، وبطل آسيا أولسان هيونداي الكوري بجانب الدحيل القطري. القرعة بطل كأس ليبرتادوريس الذي سيكون أحد ممثلي البرازيل سانتوس أو بالميراس. طيب نعمل بقى كده قراءة تحليلية ونحلل أداء الفريق وفريق كمان البنك الأهلي قبل المباراة المرتقبة النهاردة. خلينا نعمل ده مع دكتور أحمد بيومي محلل الأداء بقناة الأهلي، هو معنا دلوقتي على التليفون. دكتور أحمد صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح الفل على حضراتكم جميعا وبنصبح على جميع الاهلاويه. اهلا بيك يا فندم، وعايزين بقى نستغل كده هذه المداخله ونتكلم مع حضرتك في كذا نقطه. هنبدا بفكره دلوقتي الدوري وست مباريات يعني خاضها الفريق، ولو هنحلل شويه الاداء مقارنه بباقي الفرق المشاركه في الدوري نقدر نقول ايه عن النادي الاهلي يا فندم؟ بالضبط. طب خلينا الاول قبل ما نستعرض حته الارقام التحليليه، هو في نقطتين مهمين جدا عايزين نوضحهم للساده المشاهدين. هي حته ان الارقام التحليليه دايما بتحمل اتجاهين، يا اما اتجاه ايجابي او اتجاه سلبي، عشان هنا لازم كنا دايما حته التعليق على الرقم ده، دي نقطه مهمه جدا ان انت تفسر الرقم اللي قدامك ده، ما تذكروش كده مجرد رقم جامد يعني. النقطه الثانيه برضو اللي عايزين نوضحها حته موضوعيه الارقام التحليليه، انها بتبقى دايما بعيده عن الاهواء كليا، لان طبعا اللي بيقوم بالارقام التحليليه دي يا اما كمبيوتر يا اما عندنا شركات اجنبيه، هي عندنا محللين اجانب هم اللي بيبتدي يقوم بالارقام التحليليه دي. فاحنا كنا حابين نوضح حته ان موضوعيه الارقام التحليليه بشكل كبير جدا. تمام. طيب خلينا بقى ننتقل على اول رقم تحليلي عندنا. هنلاقي ان النادي الاهلي بعد ست مباريات مقارنه بباقي فرق الدوري العام عندنا معدل الاستحواذ بتاع النادي الاهلي متوسط 57%، هو اعلى فريق في الدوري عنده حته الاستحواذ. ودي نقطه برضو مهمه جدا، لو جينا قارنا رقم الاستحواذ دوت بالموسم الماضي هنلاقي ان اللي كان دايما متسيد حته الاستحواذ هو نادي وادي دجله. طبعا بيرجع دوت لحته اسلوبه في طريقه اللعب، ولكن كان هو عنده حته الاستحواذ السلبي، لو جينا ان هو ما عندوش القدره انه يترجم الاستحواذ دوت لاهداف او انه يحقق مراكز متقدمه في حته الجدول الدوري العام. طيب هنلاقي بقى لو جينا ربطنا حته معدل الاستحواذ دوت السنه دي في النادي الاهلي هنربطه دايما برقمين، الرقم اللي هو معدل التمريرات ومعدل الاهداف. فهنلاقي ان الاهلي برضه هو اعلى فريق في الدوري عامل معدل الاهداف هو 2.7 هدف، وهو يعتبر اقوى خط هجوم محقق 16 هدف. اذا لو جينا ترجمنا معدل الاستحواذ يبقى اذا الاستحواذ بتاع النادي الاهلي هو استحواذ ايجابي، عنده القدره فعلا انه يترجم استحواذه وتمريراته لاهداف. وبرضه هنلاقي ان النادي الاهلي هو اعلى فريق في الدوري عنده معدل تمريرات وتمريرات صحيحه، بيحقق 600 تمريره خلال المباراه، ده رقم ضخم جدا على فكره. طبعا. وبرضه هنلاقي انه منهم 512 تمريره صحيحه بنسبه 85%. دي كده بنقول ان الفريق النادي الاهلي عنده الشكل الجمالي في 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 الاداء من حيث حته الاستحواذ، وعنده القدره انه يترجم الاستحواذ ده لاهداف. هنلاقي برضو رقم تاني مهم جدا هو معدل الأهداف المتوقعة، والمقصود بحتة معدل الأهداف المتوقعة للنادي الأهلي هو إيه الفرص المتاحة قدام اللاعبين داخل الملعب وقادرين وإيه قدرتهم على ترجمة الفرص دي لأهداف. فهنلاقي إن معدل الأهداف المتوقعة 2.5 خلال المباراة، ومعدل الأهداف اللي الأهلي بيقدر إن هو يحققه 2.7. هنلاقي دايما إن معدل الأهداف المتوقعة أقل من معدل الأهداف، ودي نقطة مهمة يعني. ده معناته إن الأهلي عنده القدرة إن هو لو في أنصاف فرص، فيما معناته أنصاف فرص، قادر إن هو يحولها لأهداف، ودي نقطة مهمة جدا. وبرضه بنأكد على حتة إن الأهلي أعلى معدل أهداف متوقعة مقارنة بباقي فرق الدوري. طيب هننتقل برضه للنقطة اللي بعديها، هنلاقي إن الأهلي هو أعلى فريق في الدوري لحد دلوقتي قادر إنه يصنع فرص أمام المرمى عن طريق إن هو بيصنع بمعدل 11 فرصة في المباراة الواحدة. هندخل برضو على الرقم اللي بعد كده هو معدل التصويب على المرمى، هنلاقي برضو إن النادي الأهلي هو أعلى فريق في الدوري قادر إنه يصوب على المرمى اللي هو فيما يذكر بهو الثلاث خشبات 7 تصويبات خلال المباراة الواحدة. هندخل برضو على الرقم الأخير هو معدل التمريرات البينية الصحيحة،
هنلاقي ان النادي الاهلي برضه هو اعلى فريق في الدوري، قادر انه يصنع 9 تمريرات بينيه او الكي باس او فيما يطلق التمريرات الحاسمه، 9 تمريرات خلال المباراه الواحده. الرقم ده مهم جدا. ليه؟ لو جينا قارنا السنه اللي فاتت برضه كان برضه المتفايد حته التمريرات البينيه دي كان نادي بيراميد عن طريق عبد الله السعيد، ولكن السنه دي احنا عندنا بدانا ان احنا عندنا اكثر من عنصر داخل النادي الاهلي عنده القدره او الحاسه التهديفيه او حاسه صناعه الاهداف. متمثله في مجدي قفشه، متمثله في علي معلول، في حسين الشحات، في ناصر ماهر، فهنلاقي ان مفيش عندنا لعيب بعين هو اللي يقدر يعمل صناعه الاهداف، لا عندنا الموضوع متوزع، ودي نقطه ايجابيه مهمه جدا ان انت ما عندكش اللعيب الاوحد داخل النادي، لا انت عندك اكثر من لعيب عنده الحاسه التهديفيه والنواحي الهجوميه اللي يقدر عن طريقها ان هو يصنع الاهداف. طبعا. بس خليني اسال حضرتك برضو هنا يا دكتور، يعني فكره ان احنا نبدا هذا الموسم موسم الدوري الحالي وبنتكلم في 6 مباريات وفي نفس الوقت بنتكلم ان احنا اعلى فريق في الدوري فيما يختص هنا بالاستحواذ والتمريرات ومعدل الاهداف اللي حضرتك ذكرتهم دلوقتي ده، هل يترجم مثلا في هنا اختلاف المدير الفني او يعني جميل زي جدا حضرتك ذكرت النقطه دي. اتفضل يا فندم. بالظبط يا فندم، النقطة دي فعلا احنا لو جينا ترجمنا الأرقام اللي فاتت دي كلها، دي أرقام هجومية، هلخص مع حضرتك الأرقام الهجومية دي برضو مع أرقام دفاعية، هنلاقي إن فريق النادي الأهلي هو أعلى فريق في الدوري، عنده خط دفاع أو بيسموه أقوى خط دفاع، هو دخل فيه 2 فقط. طب ده ناتج لإيه؟ ده ناتج لحاجتين، التدعيمات اللي تم تدعيم بيها الفريق من لاعبين، عايزين نقول إن ده نجاح للتدعيمات دي. النقطة الثانية، الناس اللي كانت بتشكك في المدير الفني، لا احنا بنتكلم في ارقام ضخمة جدا مقارنة بالموسم الماضي، ده مش معناته ان الموسم الماضي احنا ما حققناش اهدافه، لا احنا حققنا اهدافه ولكن بطريقة ثانية، لان احنا عارفين ان حتى الارقام ديت بتختلف من اسلوب لاعب لاخر، ولكن لما يكون عندنا اسلوب اللعب ده قادرين نحقق بيه الارقام دي، فلا احنا بنقول ان احنا عندنا مدير فني محترم جدا قادر انه يحقق المعادلة الصعبة اللي هي ما بين الشكل الجمالي في الاداء وما بين انه يحقق الاهداف من الاداء دوت، اللي هو ان احنا بنحقق الارقام الضخمه اللي احنا شايفينها لحد دلوقتي والتقدم في المركز حضرتك، احنا المركز الاول والارقام اللي احنا شايفينها دي، فاحنا بنقول ناتج حاجتين، التدعيمات والمدير الفني زي ما حضرتك ذكرتي. طبعا كويس جدا. طيب لو هنتكلم هنا يعني خلال بقى او عن النادي الاهلي المباراه النهارده والبنك الاهلي، ونتكلم يعني حضرتك كده من وجهه نظرك، يعني المباراه النهارده هتشهد مثلا هجوم في البدايه، هنتكلم عن يعني برده البنك الاهلي 4-2-3-1 دي الخطه اللي هو برده يعني بيعتمد عليها الى حد ما فخلينا نفهم من حضرتك شكل المباراه بتتوقعه ازاي النهارده. خلينا طب نستعرض الاول مشوار البنك الاهلي في الدوري، هنلاقي ان هو لعب 7 مباريات. هو تركيبه طبعا ال 12 في ترتيب متاخر، طبعا عنده 7 نقاط بس، هو فاز في مباراه وحيده، هزيمه 2 وتعادل في 4 مباريات، هو احرز 7 اهداف ودخل مرمى 8 اهداف. طبعا من خلال استعراض المشوار البنك الاهلي هنلاقي يعني فرقه متوسطه في المستوى، فبالتالي طبعا اكيد ان هو هيبتدي ان هو مش هيقدر يفتح خطوطه امام النادي الاهلي طبعا، لان لو بصينا برضه لطريقه لعبه هو بيلعب طبعا تحت قياده الكابتن محمد يوسف، هو احد ابناء النادي الاهلي طبعا، وعنده درايه كامله طبعا بالنادي الاهلي، هما بيلعبوا بطريقه 4-2-3-1 فعلا، وفي بعض الاحيان بيلجا لطريقه 4-3-3. طيب لو جينا حللنا الاهداف اللي دخلت مرمى، ودي نقطه مهمه جدا عايزين نذكرها، هو دخل مرمى 8 اهداف، منهم 2 من ضربات جزاء، و5 اهداف جميع الاهداف دي من عرضيات، ودي نقطه مهمه جدا بتعكس التمركز الخاطئ خصوصا لقلبي الدفاع او خط الدفاع بالكامل، لما نقول ان 5 اهداف كلهم من عرضيات، اذا في مشكله عند البنك الاهلي في النقطه ديت، احنا ممكن نستغلها من عرضيات طبعا عندنا طبعا كابتن علي معلول وعرضياته المتميزه جدا، وهو طبعا عايزين برضه لو جينا ذكرنا لو اتكلمنا بدم ذكرنا علي معلول، عايزين نقول ان علي معلول اعلى لعيب في الدوري عنده صناعه اهداف، هو صنع 5 اهداف وهو اعلى لعيب في الدوري برضه صناعه للفرص، عامل 13 فرصه وبرضه هو اكتر لعيب في الدوري على فكره، لما قارنته بجميع لعيب الدوري هو اكتر لعيب عامل تمريرات بينيه صحيحه او الكي باس، عامل 12 تمريره، فاحنا النهارده عندنا مفتاح لعب مهم جدا العرضيات عن طريق كابتن علي معلول، ان احنا ممكن نستغله ان احنا نحسم المباراه من الشوط الاول باذن الله. مهمه فعلا يا دكتور احمد موضوع التحاليل اللي من النوع ده، هي بتبين للواحد احنا موقفنا عامل ازاي، فرقتنا موقفها عامل ازاي بالمقارنه بقيه الفرق المشاركه في الدوري، نقاط القوه ونقاط الضعف اللي عندنا،
فدي حاجه فعلا في منتهى الاهميه يعني. طبعا طبعا استاذ كريم يعني بتلخص لك حاجات كتير وتوري لك الرؤيه بشكل اوضح بكتير. طبعا طبعا، وقاعدين نقول ان الموضوع ده يعتبر مستحدث في مصر تقريبا يعني ما يزيدش عن 4 أو 5 سنين. الموضوع ده بره ما بي كمان بيبقى فيه اقسام كامله في كل فريق، قسم كامل خاص بتحليل اداء كمان اداء المنافس مش اداء فرقتك بس. امال قبل الـ4 سنين كانت الدنيا كانت بتبقى ماشيه ازاي على الصعيد ده؟ قبل كده؟ اه قبل كده كان الموضوع يعني انا لو قدرت ان انا اتوفر على الفيديو بتاع الفريق المنافس ببتدي ان انا ادرسه، بس بيلعبوا طريقه لعب ازاي، ايه نقاط القوه، مين الهداف، نقاط عامه، لكن ما بقدرش ان انا اترجم بقى مين صانع الاهداف عندي، مين محور الاداء. انا النهارده عن طريق التحليل الاداء انا اقدر اعرف مين اكتر لعيب جوه الفرقه بيلمس الكوره، اكتر لعيب بيعمل تمريرات. فالنهارده لا، تحليل الاداء مهم جدا ان انا بقدر ادرس الفريق المنافس بشكل كبير، وبيوضح لي فين نقاط القوه ونقاط الضعف. لا النهارده الموضوع بقى مهم جدا، وعايز اقول لحضرتك ان فعلا الموضوع دخل في مصر بقوه، حتى فرق في الدرجه الثانيه النهارده بدات تستعين بمحلل اداء. مش عايز اقول لحضرتك ان فرق الدوري الممتاز، لا انا بقول لحضرتك الفرق الدرجه الثانيه النهارده بقى بدات تستعين بمحلل اداء انها تقدر تدرس الفريق المنافس، ان هو يبتدي يصور الفريق المنافس في مباريات. دي حاجه تانية كويسه جدا وحاجه مهمه، اضافه مهمه لكل الناس طبعا. طبعا طبعا، وفريق نادي الاهلي يعتبر هو صباط في الحته النقطه دي، هو من اول الفرق المصريه اللي استعانت بمحلل اداء واستعانت فعلا بشركات اجنبيه مش مصريه انها تقدر تحلل الاداء للفريق النادي الاهلي والفرق المنافسين كمان. رائع جدا، احنا بنشكرك جدا انا وكريم دكتور احمد بيومي محلل. انا بشكركم جدا وبصبح عليكم طبعا. صباح الفل، وان شاء الله تبقى مباراه حلوه وباذن الله يكون الفوز اهلاوي باذن الله. شكرا يا فندم. طيب احنا اطمنا على فرقتنا ووضع فرقتنا وامكانيات لعيبه فرقتنا، نطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. كنت كاتبه الصبح اول ما صحيت على تويتر صباح الخير مين بصاحي وهيتابعنا في 10 الصبح في الاهلي. بص بقى كمل دلوقتي، فتحت بشوف كم الناس اللي بعتت بتقول احنا بنتفرج عليكم، احنا متابعينكم، احنا مستنيينكم. في ناس من الاردن باعتين كمان بيصبحوا عليك تحياتنا وعلينا وعلى حضراتكم جميعا. وفي بقى ناس تعليقاتها حاجات مختلفه، تقول لك احنا مش بنلحق البرنامج عشان نكون في شغلنا. طبعا انا متفهمه ان اي برنامج صباحي مش شرط كل يعني قطاعات المجتمع تبقى قادره ان هي تتفرج عليه او تتابعه، احنا بنحاول ممكن في الاعاده وممكن في نفس الوقت على اللايف ستريمنج. احنا برضو بيبقى اوقات اللايف ستريمنج شغال، فممكن حضرتك تتابعنا من خلال التليفون يعني، بس طبعا في فتره البريك بتاعك. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر، بس انا سعيده بكم التفاعل وان في ناس كمان بتتابعنا من خارج مصر، وده يعني المعتاد اكيد لقناه الاهلي. حتى اللي مش هيلحق يتابعنا من خلال اللايف ستريمنج برضو يعني مهم برضو نقول لحضراتكم ان في صفحه قناه الاهلي على الفيسبوك كل حلقه من الحلقات، مش بس برنامجنا، كل برامج القناه بتتقسم للينكات، وكل لينك منهم بيكون موجود في من خلال فيديوهات مختلفه، هتتابعوا معانا كده كده ان شاء الله سواء لايف او غير لايف. صحيح. نبدا مع حضراتكم دلوقتي اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه مع مراسلتنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا هنا بنصبح ليكي انا وكريم، صباح الخير. عليكم يا نهاوند ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وهنقل لكم آخر أخبار الفرق الرياضية. في البداية هبدأ بناشئين كرة القدم. الحقيقة أن شباب 99 بيتصدروا قمة بطولة الجمهورية طبعا بعد انتهاء مرحلة المجموعات. الحقيقة أن النهاردة من المقرر أنها تقام قرعة المرحلة النهائية بمقر اتحاد الكرة، يعني الحقيقة تأهل بجانب النادي الأهلي من المجموعة الأولى فريق إمبي وكمان الإنتاج الحربي، من المجموعة الثانية الزمالك والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا. أما عن المجموعة الثالثة فتأهل منها سموحة، المقاولون العرب، وكمان فريق بيراميدز. يعني أي فريق هيواجه النادي الأهلي في الآخر إحنا بنلعب على الفوز بلقب وبطولة الجمهورية. أما عن شباب وناشئين 2005 فالحقيقة إن هم قدروا يفوزوا على فريق الطيران بسباعية نظيفة ضمن منافسات بطولة المنطقة. أحرز الحقيقة هاتريك اللاعب سيف أيمن، كمان أحرز الأهداف سيف الطيب، أحمد عزت، يحيى أحمد وأحمد فكري، وبكده يكونوا رفعوا نقاطهم ل 18 نقطة، والحقيقة تصدر المجموعة والفوز في جميع المباريات بالعلامة الكاملة في 6 مباريات. أما عن فريق 2006 فالحقيقة أن هم قدروا أيضا يفوزوا على فريق سموحة فوز غالي جدا بنتيجة 2-1، يعني يمكن كان افتتح التسجيل سموحة في الدقيقة الثانية من الشوط
الأول، لكن الأهلي قدر يتعادل قبل نهاية الشوط الأول ويحرز بقى هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة، يعني يمكن الدقيقة 94، وبكده يكون رفع الأهلي نقاطه ل 24 نقطة وأضاف الحقيقة 3 نقاط غاليين جدا، كان أحرز الأهداف عمار وليد وكمان اللاعب عبد الرحمن النحاس. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لأخبار الألعاب الأخرى ونبدأ بكرة السلة، والحقيقة أن بطولة جديدة بتضاف لبطولات النادي الأهلي بعد تتويج فريق شباب 16 سنة ببطولة منطقة القاهرة، جاء ذلك طبعا بعد الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 67-46. يعني الحقيقة حابة أبارك طبعا لكل اللاعبين وكمان الجهاز الفني، الحقيقة كان أداء مشرف جدا والحقيقة قدروا يحصلوا على البطولة عن استحقاق. أما عن رجال كرة السلة فالحقيقة أن هم قدروا يفوزوا على فريق جزيرة الورد بنتيجة 95-77 ضمن طبعا الدور التمهيدي من بطولة السوبر، يعني الحقيقة أنه بداية بطولة جديدة وإن شاء الله تكون من نصيب رجال الأهلي. أما عن شباب سلة 20 سنة فالحقيقة أن هم خلاص بيتأهلوا للمباراة النهائية من بطولة المنطقة، يعني الحقيقة ده طبعا بعد الفوز في إياب نصف النهائي على فريق مدينة نصر بنتيجة 56-40. يعني خلاص الأهلي على خطوات من الحصول على بطولة جديدة وتضاف إن شاء الله لتاريخ كرة السلة بالنادي الأهلي. خلونا دلوقتي بقى ننتقل للعبة كرة الطائرة، الحقيقة إن سيدات كرة الطائرة أو زي ما بيلقبوا بفتيات الذهب قدروا يحققوا فوز على الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري بنتيجة 3-1. يعني الحقيقة إن طبعا الفوز على الزمالك بيكون ليه طعم خاص عند كل الأهلاوية، والحقيقة إن كابتن حمدي الصافي كان صرح للموقع الرسمي للنادي الأهلي إن الفوز على الزمالك هيكون دافع قوي لاستمرار سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري. أخيرا بقى رجال الطائرة قدروا يفوزوا أمس على فريق مصر البترول بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الدوري، الحقيقة عملوا أداء قوي جدا، وكان كابتن محمد مصلحي المدير الفني للفريق أشاد الحقيقة بأداء اللاعبين، يعني برغم الضغط وكمان تلاحم المباريات و بعض الغيابات بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لكن الفريق بيأدي أداء قوي جدا ومستمر في الانتصارات في مباريات في بطولة الدوري. دي كانت أبرز وأهم أخبار الفرق الرياضية داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، العودة لكم مرة تانية في الاستوديو. شكرا جدا يا هنا. ومن النادي بقى الأهلي نروح لجريدة اليوم السابع وزميلتنا نوران طمان اللي طبعا كالعادة هتعرفنا على أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية، وخصوصا أن في شوية أخبار مهمة جدا. منتخب مصر يستعد للكرة، طبعا لكرة اليد بيستعد لمباراته مع السويد، وكمان في كلام عن أن اتحاد الكرة المصري بيدرس حاليا إجراء مناقصة مع شركة أو لاختيار شركة جديدة لتطبيق خاصية الفار، فطبعا التفاصيل كلها هتكون عندك أنت يا نوران. صباح الخير عليك، اتفضلي، أهلا بيك. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من صالة تحرير جريدة اليوم السابع هنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية زي ما عودناكم، ولكن كمان خلينا نروح لأهم مباريات اليوم ونفكركم بيها. طبعا النادي الأهلي أمام البنك الأهلي الساعة 5 في الأسبوع السادس في بطولة الدوري المصري، وفريق الإنتاج الحربي هيواجه سموحة الساعة 2:30. أما بقى على الصعيد العالمي فالدوري الإنجليزي والجولة 19 تشيفيلد يونايتد هيواجه توتنهام الساعة 4، وليفربول هيواجه مانشستر يونايتد الساعة 6:30، ومانشستر سيتي هيواجه كريستال بالاس الساعة 9:15. أما بقى في أسبانيا والسوبر الأسباني فبرشلونة هيواجه أتلتيكو بلباو الساعة 9 مساء. ونروح لأول أخبارنا من جريدة اليوم السابع، منتخب مصر لكرة اليد يستعد للسويد وثمان مواجهات قوية بخمس أيام كأس العالم. طبعا زي ما احنا عارفين منتخب مصر هيخوض ان شاء الله ثالث مبارياته أمام السويد غدا، يمكن منتخب مصر بيقدم يعني مستويات فنية عالية جدا، ويمكن مباراة السويد هي المباراة الأكثر انتظارا لمتابعي الفراعنة في مونديال اليد اللي زي ما احنا عارفين تستضيفه مصر وهتنتهي فعالياته في 31 يناير الجاري. كمان خلينا نفكركم بالثمان مواجهات اللي هتقام النهاردة، قطر هتواجه اليابان، وتونس هتواجه البرازيل، وأنجولا هتواجه كرواتيا، والأرجنتين هتواجه البحرين، وكاب فيردي هيواجه ألمانيا، والمجر هتواجه أوروغواي، ومنتخب بولندا هيواجه أسبانيا، والكونغو الديمقراطية هتواجه الدنمارك.
دي دول الثمان مواجهات اللي هيقاموا على اربع صالات مختلفه. اما بقى من موقع كره وتصريحات مدرب منتخب مقدونيا اللي طبعا تفوق عليه منتخب مصر امس في ثاني مواجهاته في مونديال اليد، وهي تصريحات عقب انتهاء المباراه قال فيها نخوض مجموعه صعبه ولن نفقد الامل. وجه دانييلو بريستوفاك المدير الفني لمنتخب مقدونيا يعني التهنئه لمنتخب الفراعنه بعد فوزهم على منتخب بلاده في بنتيجه 38-19. كمان خلينا نفكركم ان حسن قداح لاعب منتخب مصر حصل على لقب افضل لاعب في المباراه، وكان المباراه الاولى حصل يحيى الدرع على نفس اللقب. كمان خلينا نقول انه مدرب مقدونيا يعني بعد ما وجه الشكر لمنتخب مصر قال انه فريقه او لعبته ما دخلتش في أجواء اللقاء بشكل مناسب، وقال إن هو غير محظوظ بتواجده في مجموعة مصر والسويد. مصر قال عنها إنها من أفضل المنتخبات الأفريقية طبعا والعربية، والسويد المنتخب المرشح دايما لللقب. ومن موقع اليوم السابع زي ما قلت يا كريم وزي ما نوهت في بداية الفقرة، اتحاد الكرة يدرس إجراء مناقصة لاختيار شركة جديدة لتطبيق الفار. أزمة داخل اتحاد الكرة بسبب شركة تطبيق الفار، بعد ما يعني يمكن تداول يعني في أنباء كتيرة جدا كانت بتشير إلى أنه تقنية الفار من الممكن أن هي ما تكونش موجودة في الدوري الموسم المقبل. بعد الأزمة اللي يعني نشبت بين اللجنة الثلاثية اللي بتدير اتحاد الكرة الحالي واللي جاءت خلفا للجنة الخماسية اللي كان بيديرها السيد عمرو الجنايني، يمكن اليوم السابع ذكر أنه اللجنة الثلاثية تدرس إجراء مناقصة جديدة يعني لإيجاد شركة جديدة بعد ما طبعا حصلت الأزمة دي، واللي كانت بسببها يعني يمكن الشركة متمسكة بالحصول على جميع مستحقاتها، وقالت أنه يعني مش هترسل باقي المعدات زي ما كانت متفقة مع اللجنة الخماسية السابقة قبل ما تحصل على كافة مستحقاتها المالية. اما بقى من موقع سكاي نيوز، الثعالب تطارد الشياطين الحمر وليفربول في بريمير ليج. خلينا طبعا نقول لحضراتكم ان يمكن مواجهه ليفربول ومانشستر يونايتد اللي نوهنا عليها في بدايه الفقره النهارده هي المواجهه المرتقبه والابرز في اليوم على المستوى العالمي، نظرا لانه ليفربول ومانشستر يونايتد يمكن بيصارعوا بعض على يعني تصدر جدول مسابقه الدوري الانجليزي، على الرغم من ان ليستر سيتي يعني تواجد في المركز الثاني بعد فوزه على ساوثهامبتون بهدفين دون رد في مباراه اقيمت امس ما بين الفريقين، الا انه ليفربول ومانشستر يونايتد بعد ما مانشستر يونايتد قدم مستويات فنيه كبيره جدا الموسم الحالي واستطاع انه يتصدر جدول المسابقه حتى ولو بشكل مؤقت. طبعا فريق ليفربول زي ما احنا عارفين هو حامل اللقب والمرشح الاول للبطوله. مباراه اليوم مباراه هامه وهتكون يعني بتحدد مصير الفريقين على ترتيب جدول المسابقه. ليفربول لو كسب هيتقدم بفارق الاهداف، ومانشستر يونايتد طبعا لو كسب هيظل في الصداره. دي كانت ابرز أخبرنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. احنا بنشكرك شكرا جزيلا نورهان طمان زميلتنا العزيزة ومراسلتنا الشاطرة، ومكملين مع حضراتكم سلسلة أخبارنا المتعلقة بالنادي الأهلي. مظبوط كده، ونروح بقى للأنشطة اللي شهدها النادي الأهلي في الويكند اللي فات. ده كان المهرجان التعريفي بألعاب القوة، المفروض ان هو المهرجان ده بيهدف يعني لضم العناصر الجديدة وتشجيع كمان النشأ على ممارسة الرياضات المختلفة. هيا نروح نتابع التقرير. النهارده طبعا مهرجان جميل فيه عدد كبير جدا من المواهب اللي موجوده في النادي الاهلي، وده نشاط كبير بيقوم بيه الجهاز الفني لالعاب القوى في النادي الاهلي برئاسه الكابتن ياسر داوود رئيس الجهاز والمدربين اللي موجودين. المرحله السنيه اللي هي بيخاطبها المهرجان النهارده المرحله اللي بيبدا فيها انتقاء المواهب اللي بيطلع بعد كده منهم ابطال، والمشروع ده الاتحاد الدولي كان متبنيه في 2007، ويمكن في الفتره الاخيره المهرجانات للاطفال دي قلت شويه،
يمكن ده احياء لهذه المهرجانات في الفتره اللي احنا فيها ده شكل كويس جدا، بحيث ان احنا الفتره اللي جايه القاعده تزيد ويبقى في عدد كبير من المواهب يظهروا، والنادي الاهلي زاخر بالعديد من اللاعبين اللي موجودين عندنا في المنتخبات. احنا ابتدينا تنظيم اليوم دوت تقريبا من تاني يوم نهايه المهرجان الاول، ابتدينا ان احنا نفكر هنعمل ايه في المهرجان اللي بعده، كان هو كنا مقررين ان شاء الله المهرجان هيبقى في الجزيره، فابتدينا نعدله الحمد لله. يعني لجنه الطفل واللجنه العليا اللي جايين ساعدونا بان هم يعملوا لنا اليوم دوت، والدنيا كانت لطيفه يعني بصراحه. يعني اكتر حاجه مفرحاني النهارده مدى تفاعل الاولاد معانا، يعني الاولاد كانوا مبسوطين جدا، ولقينا كمان ان في اولاد كتير ما سجلوش في العدد اللي فات كانوا عايزين يخشوا معانا، واحنا حاولنا بقدر امكاننا ان احنا ناخد العدد اللي حب، بس يعني برضو احنا كان في النهايه لينا عدد معين احنا منظمين المهرجان اللي جاي، فكان لازم ان احنا ما نتجاوزوش، ففي اقبال كان كبير جدا على المهرجان الحمد لله. يعني النهارده اليوم المهرجان الثاني لالعاب القوه، واليوم النهارده اتكرر بناء على رغبه الاعضاء. الاعضاء في المهرجان اول مره كان في اقبال شديد جدا 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 على المهرجان، وبعد المهرجان تم انشاء اكاديميه الالعاب القوه جوه النادي الاهلي في مدينه نصر، وحازت اقبال الاعضاء جامد جدا، والاعضاء طلبوا بتقرير المهرجان هنا في الجزيره علشان الولاد يستفيدوا اكتر ويشتركوا اكتر في الرياضه دي. المهرجان النهارده بالتعاون مع العاب القوه في النادي الاهلي، والنهارده هيبقى في حاجات مختلفه كتير. النهارده هنقيس اطوال واوزان الولاد، وقد ايه هنتابع الولاد من جهه الطول والوزن، والولاد محتاجين ايه في التغذيه ومحتاجين ايه، وهنطلع اكتر ولاد صراع وهنطلع اكتر ولاد اقوياء. احنا كنا حابين ان احنا نطور من اللعبه بتاعتنا اصلا، فعملنا كم مهرجان مدينه نصر والنهارده في الجزيره. اول حاجه ان احنا الولاد بنبدا نقسمهم جروبس حسب سنهم وحسب امكانياتهم وكده، بس هو السن افضل حاجه، وبعدين بنقسم السن ومعاه كل سن ليدر، والليدر بتاعه هو بيوريه كل لعبه، وبنعدي على المحطات كلها وعلى الالعاب، وبعدين كل بيبقى فيه زي استماره كده نعرف كل ولد مستواه ايه عشان التيم والاكاديمي بعد كده. بدانا ننظم البرنامج من بعد المهرجان اللي كان في مدينه نصر، من ساعتها واحنا بنرتب له، لان احنا بالنسبه لنا كل الفروع مهمه، بس طبعا بيتنا الجزيره حضرنا له شغل تاني مع مدربين طبعا كتير، زمايلنا ضافوا معانا حاجات، واللجنة المنظمة وطبعا ساعدتنا كتير بضم الأعضاء ولادنا. فكرنا ان احنا نعمل اليوم ده، وان ممكن من اليوم ده يعني احنا فكرنا ان احنا ممكن نطلع من اي عدد من الاطفال النادي اللي مش بيمارسوا اي رياضة يقدروا يلعبوا منها العاب قوة. اتفاجئنا في اول ايفنت عملناه في مدينة نصر، اشترك معانا 100 طفل، منهم 80 طفل دخلوا أكاديمية ألعاب القوى وبدأوا يلعبوا. الأعضاء طلبوا بأن هم يكرروا اليوم تاني في الجزيرة وفي زايد إن شاء الله، فبدأ أن احنا نكرروا تاني النهاردة، وكان في يعني من أول يوم التسجيل كان اكتمل 100 طفل اللي احنا خدناهم. طبعا احنا بدأنا اليوم النهاردة ببند مع الأولاد لفوا في النادي، بعد كده رجعنا الورم أب بتاعتهم، بعد ما عملنا الورم اب ابتدوا بيبداوا المسابقات بتاعتهم والانشطه بتاعتهم المكمله، خدوا بريك وكملنا تاني. الحقيقه دايما النادي الاهلي ومن خلال فروعه المختلفه دايما بينظم يعني فعاليات واحداث مهمة جدا ومفيدة جدا، سواء تثقيفيا توعويا رياضيا صحيح. فنيا، يعني دايما عندهم كل يوم أو كل أسبوع لازم تلاقي في فرع ما من فروع النادي الأهلي فعالية ما مهمة ومفيدة، فطبعا شيء محترم جدا. لا وفعلا كمان فكرة هنا المهرجان التعريفي الخاص يعني بألعاب القوة، فكرة هنا أن أنت تشوف النشأ وأن أنت تشوف المواهب الجديدة، ده فعلا اتعمل في مدينة نصر أولا وناجح جدا، وناس كتير كانت مبسوطة، ويعني زي ما بيقولوا كده الفيز الثانية كانت في
فرع الجزيرة. بس الحلو كمان هنا ان انت يا كريم ليتلي او مؤخرا يعني السن ده في الاطفال بقى كله التكنولوجيا لما دخلت بقت يعني مسيطرة عليهم على حياتهم بشكل كبير طبعًا جدا طبعًا. ففكرة ان انت بتاخد او بتنتشل الطفل من القصة دي وبتروح بتعمله فعاليات زي كده وفعاليات مفيدة بتعلمه رياضة وبتخليه يندمج مع الناس اللي في سنه وبتديله ثقة في نفسه. يعني لو احنا فكرنا اصلا في الايفنت ده لا مش بس نتيجة او اتنين او ثلاثة خارجة منه لا تتكلم فيه يعني حاجة متكاملة او قصة متكاملة ممكن ان احنا نتكلم بشأنها. فانا بشوف الحاجات دي في غاية الاهمية بصراحة ومبسوطة طبعًا ان هي كمان بتتم بشكل مستمر عندنا في النادي الأهلي. طبعا طيب عايزين بقى نتكلم مع حضراتكم عن الحاله الجويه اليومين الجايين. في توقعات ان شاء الله يكون درجات الحراره منخفضه بشكل ملحوظ عن اللي احنا فيه اليومين دول. هنتابع مع حضراتكم من خلال هذا التقرير حاله الطقس وتوقعات درجات الحراره ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. انت خدت بالك درجات الحراره في 26 وفي 25 دي درجات صيفيه دي الدنيا ربيع جدا. بس ما تعرفيش ايه اللي جاي اليومين الجايين. على كل الاحوال ادينا هناخد فكره. احنا معانا على التليفون دكتور محمود شاهين وهو مدير اداره التنبؤات الجويه بالهيئه العامه للارصاد الجويه. نشوف يا ترى ايه حكايه الموجه اللي المفترض ان هي هتبتدي من النهارده وتستمر لمده 3 ايام. صباح الخير على حضرتك يا فندم. اهلا بيك. صباح الخير كريم. اهلا بحضراتكم. اهلا بيكم يا فندم وكل الساده المشاهدين. اهلا بيك. طيب في كلام عن ان في موجه المفروض ان هي بتبتدي من النهارده لمده 3 ايام ومن المتوقع من خلال هذه الموجه ان تنخفض درجات الحراره بنسبه ملحوظه. الى اي مدى هذا الكلام صحيح يا فندم؟ هو طبعا في انخفاضات بالفعل في درجات الحراره خلال هذه الايام حوالي من درجتين لثلاث درجات مئويه عن المعدلات الطبيعيه. يعني متوسط درجه الحراره على القاهره خلال هذه الايام هيتراوح ما بين من بكرة من 18 إلى 17 درجة مئوية خلال فترات النهار. فترات الليل خصوصا الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح درجة الحرارة الصغرى اللي بتتسجل من حوالي 10 درجات إلى 12 درجة مئوية. فطبعا هذه الانخفاضات بتخلي الطقس بالفعل بارد خلال فترات النهار وشديد البرودة في الساعات المتأخرة. ممكن أسأل حضرتك حاجة يا دكتور؟ اللي أنا سمعته ده صح يبقى 10؟ احيانا درجه الحراره في القاهره الى 10 درجات مئويه يا مسهل. بس طبعا يعني احنا بنقول درجه الحراره الصغرى اللي هي بعد الفجر تقريبا لغايه الساعه 6 7 صباحا بتبقى درجه الحراره الصغرى اللي بتسجل اقل درجه حراره على مدار اليوم. برضو لاحظنا دكتور محمود لاحظنا ان مع انخفاض درجات الحراره برضو الى حد كبير موضوع الشبوره قلل. صح. هو طبعا موضوع الشبورة قل بشكل كبير خلال هذه الفترة. يعني طبعا مع التقلبات الجوية مع نشاط الهواء اللي احنا بنشوفه احنا في سرعات هواء سرعات الرياح دي بتقلل الشبورة مفيش كلام. لان الشبورة المائية من شروطها ان يكون الهواء كالم ويند او مفيش هواء خالص. سرعة الهواء بتكون تقريبا مش موجودة. انما نشاط الرياح بيقلل من فرص تكون الشبورة وبيزود من احساسنا بانخفاض درجة الحرارة. طب وفيما يتعلق بمسألة امكانية سقوط الامطار؟ طبعا في فرص سقوط امطار مفيش كلام النهارده على السواحل الشماليه ومناطق من الوجه البحري. فرص الامطار من خفيفه الى متوسطه ان شاء الله غير مؤثره على الانشطه اليوميه ولكن هناك فرص مفيش كلام طبعا سواء على السواحل الشماليه او محافظات الوجه البحري والتراب اكيد في حركه الملاحه البحريه. ما دي النقطه اللي كنت عايز اكلم حضرتك عنها برضو بالنسبه للمدن الساحليه زي اسكندريه وغيرها والناس اللي عندها انشطه مرتبطه بالبحر وعمليات الصيد. هل برضو في ارتفاع في الامواج؟ هل في اي تحذيرات اي حاجه تحب حضرتك تقولها للفئه دي تحديدا من المجتمع؟ طبعا بننصحهم بتجنب الانشطه البحريه خلال هذه الايام مع نشاط الرياح
اللي احنا بنقول عليه الشمال الغربي النهارده والايام اللي جايه، في نشاط رياح هيرفع الامواج بالفعل الى ما يقرب من 3 امتار في عمق البحر المتوسط، وده بدوره طبعا بيعمل على اضطراب في حركه الملاحه البحريه. تمام. دكتور محمود، طب انا ممكن تسمح لي اروح بس مع حضرتك اخيرا لاستفسار عن لو قارنا الشتاء السنه دي بالشتاء السنه اللي فاتت، هل حضرتك شايف ان في اختلاف لما نرجع تاني لموضوع تغيير المناخ، هل في تاثير يعني زايد الشتاء ده؟ اكيد طبعا احنا مستشارين باختلاف، احنا داخلين اهو على ما يقرب من شهر من بدايه فصل الشتاء. فصل الشتاء بتاعنا 3 شهور، عدى منه ما يقرب من شهر، فاضل لنا 2 3 ويبقى كده تمينا شهر. طبعا الشهر الاولاني في فصل الشتاء هذا العام مختلف تماما عن الشهر الاولاني خلال الاعوام اللي فاتت. كنا بنشوف انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره عن كده، كنا بنشوف سقوط امطار غزيره على شمال البلاد بصفه عامه. حتى الآن يعني المقارنة في الشهر الأول، مش الشتاء كله برضه، الشهر الأول حتى الآن مختلف تماما، وفي تغيرات مناخية مؤثرة بالفعل على بدايات فصل الشتاء هذا العام. تمام، جميل. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وإن شاء الله نلتقي مع حضرتك على خير بإذن الله في أقرب وقت. شكرا، نورتنا وشرف. صباح الفل يا فندم، اهلا بحضرتك. الشتاء الجاي بقى، السنه الجايه هتلاقيه احنا هيبدا اتكروتنا احنا في الشهر ده، لا هيبدا مثلا ايه شهر 2 ويخلص نص 2، يعني انت فاهم ازاي؟ يعني بجد حاجه بقت صعبه. طيب فكرينا بقى زي النهارده حصل ايه يا ست الكل؟ زي النهارده والنوستالجيا اللي احنا بنتكلم عنها وبنحبها، يوم 17 يناير بس عام 1947 كان مولد نجم الاهلي في سبعينيات القرن الماضي ابراهيم عبد الصمد، اللي بدا مشواره مع كره القدم بالنادي المصري القاهري. ده كان عنده وقتها 15 سنة، انضم بعد كده للنادي الأهلي، كان عام 1966 وتميز في مركز الجناح الأيمن ولقب كمان بالجناح الطائر. هيقول لحضراتكم هو لعب مع جيل طبعا عظيم جدا، صالح سليم، طه اسماعيل، ميمي الشربيني، حسن حمدي، أنور سلامة، عندك أسامي كتير، هاني مصطفى، محسن صالح طبعا، كابتن محمود الخطيب وزيزو وغيرهم. انضم لمنتخب مصر وكان من نجومه في كأس أفريقيا عام 1970، واختير ضمن منتخب أفريقيا بعد الاعتزال، بقى اتجه للتدريب في قطاع الناشئين بالأهلي والإمارات وأندية غزل دمياط والمنيا وكفر الشيخ، وتولى قيادة قطاع الناشئين بالأهلي. ده كان عام 1994. خلينا بقى نروح نشوف رسائل الجماهير الكابتن إبراهيم عبد الصمد في عيد ميلاده خلال التقرير الثاني، وبعدين هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. كابتن ابراهيم عبد الصمد، الوفاء كله للنادي الاهلي. انا عرفت النهارده كل عيد ميلادك، كل سنه وانت طيب، يعود عليك الايام بخير، ويا رب كده تبقى نصير دايما للنادي الاهلي، وما نستغناش عنك في اي مجال من مجالات النادي الاهلي بيحتاجك فيها. كل سنه وانت طيب، وربنا يديله طول العمر. وبعدين هو كان يعني من الناس اللي اثروا الكره المصريه بالخبرات، وكان لعيب فذ يعني. وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب، ربنا يديك الصحة. كل الناس بتوع النادي الأهلي وخصوصا الكبار بيحملوا ليك كل حب وتقدير واحترام. كل سنة وانت طيب، وإن شاء الله عقبال 100 سنة كمان وانت طيب. وانت انت كنت كابتن وبتاع هجوم وإنسان محترم طول عمرك، هذا شيمة الأهلوية. كل سنة وهو طيب، وهو كان طبعا لعيب كويس قوي، وجي هو أول ما طلع من أول مباراة والتانية كانوا يكتبوا في الجرايد كده مولد نجم، كان مواعد قوي، احد اللاعبين المتميزين في الوينج رايت، ويمكن من اول الناس اللي كان بيلعب اوفر متقن، وكان ليه الفضل في انتصارات كثيره حققها النادي الاهلي وبطولات. والحقيقه كل المدربين اشادوا بيه، وكل اللعيبه الصغيره دلوقتي طبعا كلهم بيشتغلوا على نفس الطريقه اللي كان بيشتغل بيها كابتن ابراهيم عبد الصمد. الكابتن ابراهيم طبعا من انا بشوفه بسلم عليه، واتشرف ان في لاعب زي ابراهيم عبد الصمد، مش مجامله، لا بينتمي للنادي الاهلي. فده ممكن ما يقال، وبكرر كل سنه وهو طيب، ونشوفه دايما كده في اسعد حال. نقول له كل سنه وانت طيب، وياما اسعدتنا بمباريات جميله وحلوه، وحققت بطولات مع النادي الاهلي كتيره جدا، واحنا نتذكر لك يعني انك كنت مهاجم وجناح، وكنت تسحب الفريق لقدام، ويعني عملت هجمات خطيره جدا وجبت منها اجوان. فاحنا بنقول لك كل سنه وانت طيب، وان شاء الله دايما بخير يا رب. كل سنه وانت طيب، وربنا يعود عليك الايام بالخير وعقبال 100 سنه،
وربنا يهنيك زي ما امتعت الجمهور الاهلي في ايامك. وانا دلوقتي لما سمعت اسمك افتكرت الزمن الجميل ونجوم الزمن الجميل. هو أحد أبناء الأهلي المخلصين وصخرة دفاع القلعة الحمراء في الثمانينيات حتى بداية التسعينيات، حينما قرر اعتزال كرة القدم في عام 92 لعدم رغبته في اللعب خارج أسوار قلعة الجزيرة. هو محمود صالح. ساهم محمود صالح طوال مسيرته مع النادي الأهلي في فوز فريقه ب16 بطولة محلية وقارية، وكان وتداً في خط دفاع الأهلي والذي دافع عن ألوان قميصه حتى اللحظات الأخيرة في الملاعب. لم نسمع عنه يوماً اختلاق أزمات أو مشاكل، وكان حب الأهلي وجماهيره غايته. محمود صالح يروي العديد من ذكرياته الجميلة عن اللعب في صفوف المارد الأحمر، وكيف دافع هو وأبناء جيله عن الفانيلة الحمراء وعن اللحظات الصعبة التي عاشها عند قرار اعتزاله عام 1992. النادي الأهلي عند محمود صالح والعديد من أبناء جيله لم يكن مجرد ناد يلعبون في صفوف فريقه، بل كان بيتاً وكياناً يحملون اسمه ويدافعون عنه ويرفعوا كؤوس بطولاته. يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. الحقيقة يعني بيخيل لي أن الكلام اللي تعرفنا عليه من خلال هذا التقرير بيدينا فكرة كافية جدا ووافية جدا، مش بس عن كابتن محمود صالح نجم النادي الأهلي الأسبق اللي منورنا ومشرفنا بوجوده معنا في الاستوديو النهاردة، ولكن عن كل لاعب في كل جيل من الأجيال المتعاقبة في النادي الأهلي، كل واحد منهم على حدة، وطبعا لا سيما كابتن محمود صالح كان ليه إسهامات مهمة جدا، ساعد على كتير جدا من انتصارات النادي الأهلي، وبطبيعة الحال ليه عند النادي الأهلي الكثير والكثير من الذكريات الجميلة هنتعرف عليها كلها من خلال وجوده معانا. كابتن محمود صباح الفل على حضرتك ويا روايح الزمن الجميل. نورنا. أهلا بحضرتك. صباح الخير يا كابتن، نورنا في 10 الصبح. وأنا مش عايز أبدأ غير بالذكريات بقى، يعني نبدأ من المحور ده، مش عايزين نبدأ من المباراة والدوري بتاع، هنيجي للنقاط دي، بس نبدأ بالذكريات. وزي ما كريم قال كده في الانترو، هو جيل جميل وأسماء عظيمة وأكيد ليها كواليس وقصص كمان حلوة، حابين نعرف من حضرتك. أكيد طبعا، مفيش شك. احنا أنا بدأت اللعب في موسم 82 واعتزلت في 92، يعني تقريبا 12 سنة الحقيقة لعبتهم في النادي الأهلي، وشاركت بشكل أساسي الحمد لله، ويعني والحمد لله ما كانش في إصابات وكده، كنت دايما ببقى مستمر في المباريات الحمد لله. جيل بتاعنا ده هو اللي حقق لقب القرن على مستوى الافريقي الحقيقه، وده دايما حاجات بنهتز بيها، بالاضافه طبعا للبطولات المحليه اللي احنا حققناها. كان ليا الحظ طبعا ان انا لحقت جيل السبعينات، يعني كان كلهم نجوم الحقيقه، يعني بدايه من كابتن ثابت، كابتن كرامي، كابتن ماهر همام، وكابتن مصطفى يونس، مش عايز انسى حد، وكابتن الخطيب طبعا، وكابتن مصطفى عدو، يعني الحقيقه كانت جيل، كان جيل كبير قوي. ودخل بقى جيل الثمانينات، احنا كان المجموعه اللي ابتدى يلعب مثلا كان في طاهر ابو زيد وعلاء ميوب وسام عرابي وشوبير وربيع ياسين زكريا ناصف، ومجموعه كبيره، ده الجيلين اقوى من بعض. يعني الحمد لله احنا يعني حظنا كويس ان احنا بدأنا مع جيل قوي الحقيقه وجيل مميز، وفي نفس الوقت المجموعه بتاعتنا كانت مجموعه كويسه، والحقيقه قدرنا يعني نحقق بطولات كتيره مع النادي الاهلي، وطبعا ويبقى اللقب الافريقي هو طبعا الاكبر والاميز طبعا بالنسبه لنا. حلو جدا. طيب يعني هل حضرتك لاحظت ان في تغيرات طرأت على النادي الاهلي، على اللعب في النادي الاهلي، على فريق النادي الاهلي، على روح الفانيلا الحمراء، ولا هي نفس الروح من ابتداء من فتره حضرتك كنت بتلعب فيها لغايه اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي؟ لا، يمكن الاجيال بتاعتنا من الحقيقه ما كانش في احتراف، ف هتلاقي اللاعب دايما يمكن بيبدا من بدايه حياته كلاعب لحد ما يعتزل بيبقى موجود جوه النادي الاهلي، فدي يمكن بتخلي الاجيال مرتبطه بشكل كبير بالنادي ما فيش شك. حتى احنا لما دخلنا على الاجيال اللي هي جيل السبعينات ده، نجوم كبار ومتواجدين في النادي الاهلي، في لعيبه لعبت 10 سنين و12 سنه و15 سنه، فاعتقد دي يمكن بتخلي الاجواء والروح والارتباط بالنادي وارتباط بالمكان بتبقى اكبر شويه. انت داخل على ناس قدام يعني وانت صغير طفل اتفرجت عليهم، كنت بتتمنى طبعا تكون في وسطهم، فانت السنين كلها قعد سنين طويله بتتفرج على نفس التشكيله دي، فلما بتخش معاهم بيبقى طبعا دول
يعني قامات كبيره وليهم طبعا. اسم كبير وحاجه يعني نكن لهم كل التقدير والاحترام. فانت بتبقى اعتقد دي بتديك دفعه شويه انك تبقى ليك دور مع الجيل ده. يمكن الاحتراف شويه بيبقى فيه تغيير من سنه لاخرى ولاعيبه اجانب بتدخل ولاعيبه بتمشي ولاعيبه بتيجي، يمكن التركيبه بتختلف شويه من سنه لاخرى. لا دي انت بتقعد 10 سنين من لعيب بيلعب و15 سنه بيلعب، وانت طول فتره وانت طفل لحد ما تبتدي على 20 سنه او 18 سنه تدخل الفريق الاول، انت شايفهم قدام عينيك ودول بيمثلوا مثل وقدوه ليك. فبيبقى الارتباط اكتر، الارتباط بالنادي اكتر، بتبقى عارف انك داخل النادي الاهلي عايز تلعب اكبر فتره ممكنه. مفيش بقى اغراءات ماديه انك تحترف في الخارج او في نادي اخر او مش موجوده دي. فدي اعتقد دي بتخليك تبذل مجهود اكبر، تحاول تحقق حاجه اكتر، عندك نماذج قدامك و يعني ناس بيمثلوا لك قدوه ليك وبتاع. لا الارتباط بيبقى افضل كتير يعني. طب هل الارتباط مع ان هو افضل كتير، بعض قد يرى مثلا لما العب او اخش فريق وفي قامات كبيره زي كده ممكن يبقى كمان الموضوع صعب، مش فكره صعب ان انا محتاج اعمل يعني افورت اكتر او مجهود اكتر، لا هو صعب لان ممكن البعض يقول انا مظلوم وسط العمالقه دول. هل حضرتك شعرت بده شويه؟ هو طبعا هي صعبه جدا طبعا زي ما حضرتك قلت، يعني كلام حضرتك مظبوط. بس احيانا بيبقى اللاعب بيبقى احنا اللي طالع ده صغير يعني داخل على الفريق جديد، ممكن بتبقى ظروفه افضل، عنده يعني حظ اوفر، فبيخش مثلا بيبقى اللاعب قرب على الاعتزال او يعني سنه كبير، فدي ممكن تتيح فرصه ليك. يعني على سبيل المثال مثلا لو قلنا في حراسه المرمى كان موجود الكابتن ثابت وكابتن خالد، كان صعب حد يدخل. فدي يمكن هيدخل فيه بالظبط. يمكن يعني الكابتن احمد شوبير يمكن يعني لعب بعدهم يعني استمر بدا مسيرته معاهم، يمكن دي يمكن خليته يتاخر شويه في اللعب. الكابتن احمد شوبير لعب في 84 كان عنده 24 سنه، يعني اول مباراه رسميه لعبها مع النادي الاهلي هي دي، بس يمكن بتاخر شويه بس ما فيش شك ان اللي بيحط رجله بيحط رجله عن جداره. يعني اكيد اكيد صحيح. طيب حضرتك شايف فرص النادي الاهلي واصله لفين في بطولة مهمة جدا وهي كأس العالم للأندية اللي إن شاء الله ستقام في قطر في الفترة من 1 ل 11 فبراير. شايفنا فين في كأس العالم للأندية؟ إحنا حققنا قبل كده المركز الثالث، ده أفضل مركز حققناه الحقيقة. وأعتقد لعبنا 6 مرات تقريبا في بطولة كأس العالم، يعني أرجو يكون كلامي مظبوط. نتمنى يعني لو قدرنا نوصل للنهاية أعتقد ده في حد ذاته يكون إنجاز كبير لينا. هي دايما بالطموح التراكمات يعني اللي انت حققته دايما بتفكر انك تحقق بقى حاجه افضل منه. طبعا الاهداف طبعا بتوصل لهدف وتبقى عايز تحقق هدف اكبر تاني. اتمنى نوصل للمباراه النهائيه واعتقد ده هيكون انجاز لنا باذن الله ان شاء الله. طيب ان شاء الله هنرجع لبرده النقطه دي، وخلينا بس دلوقتي نروح ليك فكره بقى المباراه النهارده ومع البنك الاهلي. يمكن احنا كان معانا تليفون انا وكريم مع دكتور بيومي وشرح لنا الى حد كبير برضو، ادانا تفاصيل عن الفرقه بتاعتنا وكمان فرقه البنك الاهلي. وزي ما بنقول يعني هي ممكن تكون تنافس بعيد الى حد ما، ولكن احنا بنتوقع برضو مباراه قويه، يعني اكيد هتكون مباراه برضو قويه. فحضرتك رؤيتك النهارده كده الماتش هيكون فيه الى حد ما هجوم من البدايه، هيكون فيه دفاع مثلا البنك الاهلي؟ خلينا نعرف. هو طبيعي اي لاعب في اي نادي بيجيله فرصه ان هو يبقى في مقابله مع النادي الاهلي في مباراه اعتقد بيبذل اقصى جهد. المباراه طبعا فيها اهتمام، بيلعب ضد فرقه كبيره ونجوم كبار، فطبيعي بيبذل اقصى جهد. فطبيعي دايما الفرق خصوصا الفرق الصغيره دي هتلاقي بتلعب بمستوى يمكن هتلاقيها مستوى افضل من المباريات اللي فاتت دي. يمكن دي بتمثل صعوبه للنادي الاهلي، انما هو في النادي الاهلي برضه في النهايه قادر اعتقد بامكانياتنا والروح اللي عندنا وامكانيات لعبتنا اعتقد والهدف الكبير اللي احنا عايزينه، احنا طول عمرنا بنلعب على البطولات دايما، فاعتقد باذن الله يعني ان شاء الله في فوز ان شاء الله. حلو. بس مش سهل طبعا. هو مش سهل وخصوصا كمان ان كابتن محمد يوسف يعني احنا بالزبط. عارفين ان هو برده احد ابناء النادي الاهلي، هو فاهم في يعني فاهم النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي بالزبط. وتفكير بالزبط. النادي الاهلي، فربما دي النقطه اللي ممكن نتكلم فيها بتمثل يعني. صعوبه. هو تولى قبل كده كمدير فني وعارف امكانيات الفرقه وعارف الاجواء واكيد درس لعيبه ونقاط الضعف ونقاط القوه كل ده. وطبعا احنا كلنا بنتابع حتى لو بعاد عن التدريب، بس بنتابع الفرقه واكيد بيتابع اكتر وبيحلل اكتر، وخصوصا ان هو هيبقى في مواجهه مباشره بينه وبين النادي الاهلي، فاكيد هيبذل اقصى جهد واكتر تحضير. طالما حضرتك بتتابع باستمرار في متابعاتك الفتره اللي فاتت وحضرتك كنت يعني نجم من نجوم الدفاع
في النادي الأهلي في فصل يعني في مرحلة الثمانينات، كيف ترى دفاع النادي الأهلي في الوقت الحالي وخصوصا مع وجود نماذج زي بدر بنون وغيره؟ هو طبعا في البداية بدر بنون أعتقد بيمثل إضافة، يعني دخل في الفورمة الرياضية بشكل كويس. البداية دلوقتي كانت في صعوبات شوية، يمكن هو العامل النفسي، التعود، الأجواء متغيرة بالنسبة له، إحساسه أنه هو في اختبار، انما قدر يثبت وجوده. بس الحقيقه ما حسسناش باي صح في البدايه خالص. قد يكون لا يعني. طبيعي هو في البدايه ما بيدخل اي لعيب بيخش على فرقه كبيره بتلعب على بطولات اكيد بيبقى في نوع من مش عايز اقول توتر، هو طبعا اسم كبير وليه تاريخ، انما هو دي هتخفف شويه الـ يمكن ده شفناه مع والتر بواليا لحد دلوقتي برضو. انا حاسه ان هو مضغوط الى حد ما، اللاعب قوي جدا يعني وعمل اداء كويس قوي مع الجونه، ولكن هو يمكن دلوقتي في توتر عشان التركيز زي ما حضرتك بتقول. هي بتاخدش وقت. بس نقطه كريم فعلا صح، يعني بدر بنون يمكن من اللعيبه اللي ما خدوش وقت عشان يندمجوا ويرتاحوا في النادي الاهلي ويادوا كمان، يمكن ده راجع برضو اكيد للجهاز الفني وراجع للعيبه ان هم كانوا حريصين ان هم اي لاعب جاي من الخارج ان هم يحسوا بالظبط. بس احنا مكاشفين احنا موجودين في المهنه يعني في الاجواء دي مجرد احساس بس انا طبعًا. يعني كان عندي احساس ان هو محتاج يعني في البدايه ماتش ماتشين بيحس صح كبدايه على فريق كبير واسم كبير وبطل افريقيا واكبر نادي في افريقيا، فيمكن في البدايه بتبقى هو ما ظهرش في الاداء يعني في توتر او اثرت على مستواه، ده احساسي يعني. ايوه هو الدليل انه هو في تصاعد الحقيقه في مستواه واثبت وجوده وبقدم بشكل كويس، واعتقد ان شاء الله هيكون مكسب كبير للنادي الاهلي. هو كابتن محمود يعني طبعا اكيد الخطط بتتغير وطرق اللعب بتتغير، لكن هل طرق الدفاع بتتغير؟ يعني الخطه ككل بطبيعه الحال بتتغير طبقا لتغير الخصم وطبيعه المباراه وكل ملابساتها، ولكن هل الدفاع بيبقى ثابت ولا حتى الدفاع كتفصيله بيبقى له متغيرات هو كمان؟ هو يعني كناحيه خططيه في ناحيه خططيه دفاعيه بين الفريق ككل وفي خطط دفاعيه برضو فرديه يعني دي بقى اللي بسال حضرتك عليها بالظبط بتتغير طبقا لايه وبتتغير ازاي؟ هو ما فيش شك اي مدير فني بيحط الشكل الاداء بتاعه يعني بيدرس طبعا المنافس وبيحط الخطط الدفاعيه والخطط الهجوميه طبعا. دي انما في النهايه اللعيب بيأدي بشكل فردي يعني لان في خطط دفاعيه فرديه مهم جدا اللعيب لازم يجدها، مثلا موقف واحد ضد واحد، التمركز، الضغطيه، سرعه رد الفعل، قرايه الموقف وقطع الكور، ضربات الراس، مش عارف كل النقاط الفنيه دي بتتجمع كامكانيات عند اللاعب، وبيقدر بقى المدرب بامكانياته ان هو يربط الاداء الفردي بتاع اللعيبه بالشكل الجماعي اللي هيقدر يلعب بيه. وطبعا ما فيش شك كل ما زاد المستوى الفردي للاعبين اكيد دي بتسهل من ان المدرب يقدر يحط خطط جماعيه للفريق سواء في الاداء الهجومي او الاداء الدفاعي، دي بتسهل له كتير قوي ان هو يقدر الكلام النظري اللي بيتقال دوت يقدر هو يطبقه في الملعب، اللعيبه بامكانياتها تقدر تطبق ده في الملعب. فما فيش شك المدرب اللي بيبقى عنده فرقه كبيره وامكانيات لعبتها كويسه يقدر بقى حتى يعدل في الشكل التكتيكي، يغير في الشكل التكتيكي، بيبقى عنده مرونه يغير في التشكيل حسب امكانيات الخصم وحسب الهدف من المباراه. هي دي دايما حتى زي ما احنا بنلاقي دايما يعني المدرب اللي هو بيبقى عنده حظوظ انه يدرب فرقه كبيره ولاعيبه فرقه امكانيات كبيره اعتقد بيبقى يعني عنده فرصه كبيره ان هو يحقق تاريخ ليه. طيب احنا لسه طبعا حديثنا مستمر مع حضرتك كابتن محمود، وعايزين نعرف برضو من وجهه نظرك في الدوري الموسم الحالي، عايزين نشوف كده حضرتك مين شايف مميز او متميز من اللعيبه كمان بالدوري اللي فات، بس بعد الفاصل سريع ونرجع. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. قبل الفاصل نهاوند كانت بتتكلم مع كابتن محمود صالح وكانت بتساله عن متابعته للدوري حتى هذه اللحظه الست مباريات اللي فاتوا، وبناء عليه هو شايف مين اللعيبه الابرز. طبعا هنعرف يعني اجابته على هذا السؤال، ولكن بنستاذن حضرتك احنا معانا تليفون هنروح من خلاله على مقر اقامه الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي مع زميلنا العزيز مراسلنا فاروق صلاح عشان نتابع معاه اخر الاستعدادات وكواليس ما قبل المباراه. فاروق صباح الفل عليك وسامعينك، اتفضل. صباح الفل عليك يا كريم، صباح الفل عليك يا نهاوند، وصباح الفل على كابتننا الكبير الدكتور محمود صالح.
يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، ويوم جديد ومحطة جديدة من محطات النادي الأهلي في رحلة الدوري الممتاز النهاردة بملاقات فريق البنك الأهلي. يعني بالمناسبة هي أول مواجهة تاريخية تجمع ما بين النادي الأهلي وفريق البنك الأهلي، المباراة اللي هتقام اليوم على استاد الماكس بالأسكندرية. خليني أقول لك يا كريم، احنا متواجدين في مقر إقامة فريق بعثة فريق النادي الأهلي اللي كان حضر إلى الأسكندرية بالأمس عقب المران الأخير لفريق النادي الأهلي اللي أداه اللاعبين على استاد مختار التتش. قبل المران كان هناك محاضرة فنية لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين لشرح بعض الأمور ويعني مشاهدة بعض لقطات الفيديو والمباراة الأخيرة لفريق البنك الأهلي للوقوف على نقاط القوة والضعف. كان عقب محاضرة الفيديو انطلق المران اللي شهد الكثير من الجوانب الخططية لمستر بيتسو موسيماني وشهد عودة عمرو السولية. عقب المران أعلن مستر بيتسو موسيماني عن قائمة بتضم 23 لاعب لهذا اللقاء ممثلة في حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، خط الدفاع محمد هاني، احمد رمضان، بيكهام، رامي ربيعه، سعد سمير، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، بدر بنون، محمود وحيد، وعلي معلول. خط الوسط اليو ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي، واكرم توفيق، محمد مجدي قفشه، محمود كهربا، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات. اثنين في خط الهجوم، وولتر ابواليا ومحمد شريف. ايضا من النقاط الامور المهمه، يعني توجه فريق النادي الاهلي بالامس الى الاسكندريه في تمام الساعه 6:30، كان الوصول هنا الى الاسكندريه في تمام الساعه 8:30. يعني عقب الوصول تناول اللاعبون وجبه العشاء ثم صعد اللاعبون الى الغرف. كواليس اليوم بقى النهارده وتفاصيل الخاصه باليوم يا كريم، لاعبي النادي الاهلي تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، يعني بعد ربع ساعه هيكون ان شاء الله المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني. يعني حرص مستر بيتسو موسيماني او ان هو يبدر وقت المحاضره ان هو تكون المحاضره الفنيه قبل موعد الغداء اللي هيكون في تمام الساعه 1، ثم التحرك والتوجه الى استاد الماكس هيكون في تمام الساعه 3 عصرا. يعني الاستاد بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي يعني من 30 ل 40 دقيقه. ايضا عايز اطمنك على عوده عمرو السوليه وعوده محمود وحيد. يعني محمود وحيد عاقب الاصابه وكان شعر باجهاد في الاجهاد عضلي، بينما عمرو السوليه بعد يعني ثبوت سلبيه مسحه كورونا الخاصه بعمرو السوليه وايضا لاعبي النادي الاهلي، كما اعلن الدكتور احمد ابو عبله عن سلبيه مسحه لاعبي النادي الاهلي. ايضا الاتحاد المصري كان اعلن عن طاقم تحكيم لهذا اللقاء، يعني بيقود طاقم التحكيم في هذا اللقاء محمد سلامة حكم الساحة، يعاونه يوسف البساطي مساعد أول، أحمد صلاح مساعد ثاني، الحكم الرابع محمد السعداوي، اثنين حكام للفيديو عمر الشناوي وصبري إبراهيم. خلينا أقول لك برضو يا كريم من النقاط المهمة جدا، النهاردة الأول مرة هيظهر فريق النادي الأهلي بالزي الثاني اللي هو الرداء الأزرق لفريق النادي الأهلي. يعني من المقرر أن فريق البنك الأهلي وصاحب الملعب في هذا اللقاء هيرتدي الزي الأحمر، بينما النادي الأهلي هيكون الظهور الأول لفريق النادي الأهلي بالزي الأزرق، تبقى يعني أول ظهور لفريق النادي الأهلي. برضو عايز أكلمك على درجة الحرارة هنا في الأسكندرية برضو عشان نطمن كل جماهيرنا وكل جماهير النادي الأهلي ومشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي. في الوقت اللي أنا بكلمك فيه درجة الحرارة 16 درجة مئوية. من المنتظر والمتوقع أن درجة الحرارة أثناء توقيت المباراة اللي هو هيكون في تمام الساعة 5 هتكون درجة مئوية. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي إن هو يتجاوز إن شاء الله عقبة فريق البنك الأهلي اللي بيقوده طبعا جهاز فني بقيادة الكابتن محمد يوسف والكابتن عادل مصطفى، اثنين من أبناء النادي الأهلي، أيضا بيضم بين صفوفه اثنين لاعبين معارين من فريق النادي الأهلي واللاعب محمد فخري واللاعب شادي رضوان. كابتن محمد يوسف أيضا كان حرص يعني إن هو يتكلم مع اللاعبين، طبعا هو عارف يعني بالنسبة له النادي الأهلي كتاب مفتوح، والكابتن عادل مصطفى كان ليه كلام مع الكابتن عادل مصطفى، قال لي طبعا إن احنا بنواجه فريق النادي الأهلي أكيد عارفين كل يعني مفاتيح لعب النادي الاهلي وعارفين كل التفاصيل في النادي الاهلي، ولكن دائما وابدا بيبقى النادي الاهلي هو البطل وهو المرشح الاول للبطوله. احنا بنحفز اللعيبه، بنشتغل على العامل النفسي، لكن هي مواجهه صعبه جدا لينا. طبعا فريق البنك الاهلي بيحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط، كان لعب 7 مباريات قدر ان هو يفوز في لقاء ويتعادل في 4 لقاءات وتلقى الهزيمه في لقاءين، بينما النادي الاهلي يغرد على القمه منفردا. النادي الاهلي لعب 6 لقاءات فاز في 5 لقاءات وتعادل في لقاء وحيد في القمة في الصدارة برصيد 16 نقطة. إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي، إن شاء الله يعود من الأسكندرية ب3 نقاط يكونوا مهمين في مشوار الفريق نحو الدرع رقم 42. من جديد تعود ليك الكلمة كريم لنهواند، أنا موجود معاكم لو في أي استفسار أو أي تساؤل.
احنا بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي المتواجد حاليا في مقر اقامه الفريق الاول لكره القدم في الاسكندريه. بشكرك شكرا جزيلا ونرجع بقى للسؤال. هو ما بيسيبناش اصلا يبقى عندنا استفسار. يعني فاروق بجد من المراسلين الشاطرين جدا. المعلومات كلها بتبقى حاضره, بيبقى عارف كل التفاصيل والكواليس. فبشكرك جدا على التغطيه الاكثر من رائعه دي يا فاروق, شكرا ليك. نرجع مع حضرتك كابتن محمود, وزي ما كنا بنقول دلوقتي احنا عندنا دوري الموسم الحالي والموسم اللي فات. من حضرتك بترى ان هو لحد دلوقتي يعني رجل المباراه, رجل الدوري لحد دلوقتي في الست مباريات؟ اعتقد علي معلول. علي معلول, انا كنت متوقع ان حضرتك هتقول كده فعلا. بالظبط. يعني هو فرق يعني مستواه ثابت الحقيقه, مهم جدا الاستمراريه في الاداء الجيد. هو الحقيقه يعني دي موجوده عنده كل المباريات بيأديها بشكل جيد الحقيقه, ودايما بيبقى يعني ليه دور كبير قوي في فوز الاهلي. ولو قارنا بالدوري اللي فات, الدوري اللي فات في محمد الشناوي, قفشه, اعتقد دول اللي ممكن يكون سليه الحقيقه قدم موسم كويس. اعتقد احرز 7 أهداف في الدوري, يمكن يعني عنصر التهديف ده زاد عنده. مهم جدا اللعيب يطور من ادائه صحيح ويبقى ايجابياته اكتر مع الفريق, يعني دي احراز الاهداف يعني. ومين حضرتك بتعول على برضه تالقه في الدوري الحالي غير علي معلول؟ يعني في إليو ديانج الحقيقه. اعتقد السنه دي هيبقى في موسم يعني في احساس كده ان هو هيبقى عنده طفره في هو يعني الفتره اللي فاتت مفيش شك مستواه اتحسن بشكل كبير. واعتقد هيبقى دور ليه دور كبير يعني في الموسم ده ان شاء الله. جميل تمام. يمكن كهربا برضو كان اداؤه ممتاز كم مباراه الاخيره دي حقيقه, هدف الدوري كهربا 4 أهداف. احنا كنا بنتكلم من كام لينك فات عن تحليل كده للنادي الاهلي ونقاط القوه اللي فيه, وبناء وبموجب هذا التحليل اتضح للجميع ان النادي الاهلي هو بالفعل زي ما زميلنا فاروق كان بيقول من شويه يغرد منفردا في القمه. فكره التغريد بشكل منفرد في ظل وجود منافسين برضو اقوياء, هل القوه دي جايه من كواليتي اللعيبه ولا كواليتي الجهاز الفني ونوع التوجيهات؟ يعني ايه سر تفرد النادي الاهلي وتالقه في الفتره الاخيره بشكل ثابت الحمد لله؟ هو طبعا في كل الفرق الكبيره بتلعب على بطولات زي النادي الاهلي ما فيش شك لازم العناصر كلها تبقى يعني متكامله. طبعا ما فيش شك, والتعاون ظاهر وكل واحد عارف دوره المحدود ايه اللي بيأديه, دور اللي بيأديه ودور المساعد للجانب الآخر. يعني الإدارة دورها ممثلة يعني برئاسة الكابتن محمود الخطيب, إيه الدور اللي بتعمله وإيه الدور المكمل للجزء, يعني التدخل في جزء شغل المدير الفني, التدخل مع اللاعبين. مهم جدا التعاون ده يكون موجود والروح الجماعة تكون موجود, ما فيش شك دي متوفرة في النادي الأهلي. إدارة بتوفر كل يعني 70-80% الأمور لأي مدرب بيتمنى. يعني أنا بعتقد إن كانت يعني موسيماني اعتقد دي يمكن حقق امنيه كبيره ليه كان يتمنى يحققها انه فعلا يبقى مدير فني للنادي الاهلي, واعتقد وجيه هو كان على مستوى هذه المسؤوليه حقيقي مفيش شك. يعني طبعا اللاعبين حضرتك ذكرت دور اللاعبين واكتمال اللاعبين والروح التعاون الموجوده جوه اللاعبين والاهداف واحده والاتجاه واحد في تحقيق الهدف, كله بيمشي في مسار واحد مفيش حد بيعطل حد. يعني دي نقطة مهمة, يعني امتى يتدخل مثلا كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير الكورة مع الجهاز الفني, دوره معروف دوره ايه, والدور اللي هو الجزء اللي يتعاون فيه مع يعني دي في نقط لازم كله بيجتمع فيها, وفي نقط حاجة شخصية انا شغلي الشخصي بعمله, انما ما اعملوش وسلام عليكم وامشي. لازم انا محتاج حضرتك ومحتاج برضو الاستاذ كريم مثلا, استاذ كريم بيعمل شغل وحضرتك نهاوند بتعملي شغل, انما في النهايه لازم يكون في تعاون موجود صح. واعتقد دي بقى يعني يمكن في اوقات النادي الاهلي كمستوى فني ممكن صعوبه يحقق بطوله محليه او على بطوله القاره, انما العناصر الاخرى المتوفره دي دايما فيه بتخليها تفوق على الفرق الثانيه, حتى لو في يعني في توقيت معين او في توقيت بسيط في تفوق فني بالنسبه مثلا الزمالك منافس محلي او فرقه في افريقيا, بس العناصر الاخرى دي ما بتجتمع وروح الفريق بيجتمع, ودي اعتقد دي ده ما يميز النادي الاهلي عن الفرق. يعني في اوقات كتير او ممكن لو تقييم فني بس ممكن النادي الاهلي شايفين صعب يحقق البطوله, انما هو بيحققها.
اعتقد دي طبعا الروح الموجوده. انا بتفق مع حضرتك اكيد، والفكره هنا وده اكد عليه موسيماني، بنتكلم ان الاهلي باللي موجودين او بمن حضر، يعني الكلمه الشهيره طبعا كلنا عارفينها، لان اداء الاهلي لم يختلف حتى مع الاصابات الكتيره او الغيابات اللي كانت موجوده مؤخرا. احنا شفنا برضو اداء متميز وشفنا فوز في النهايه. هروح مع حضرتك تقريبا لاخر سؤال دلوقتي بيجري وخاص بحراسه المرمى. البعض قدر من النقاد الرياضيين ان الاهلي طبعا لديه افضل حارس تقريبا في الوطن العربي هو محمد الشناوي، ولكن ماذا اذا اصاب مثلا محمد الشناوي اي اصابه او اي امر طارئ؟ يعني حضرتك بتتوقع مين اللي ممكن يحل محله؟ هو طبعا مع علي لطفي ومع مصطفى شوقي اكيد. في نقطه مهمه جدا يعني خاصه بالناحيه اللاعبين، لازم اللاعب يكون عنده طموح انه ينافس اللاعب اللي بيلعب بشكل اساسي، ما يجيلوش احباط بيقول لك اصل انا ما بلعبش، انا ما بحبش الكلام ده، كان يعني يطلع حد يتكلم او لعيب يقول لك اصل انا ما بلعبش ونفسيتي. بالعكس بالعكس، انا بشوف اللعيب لما يبتعد او يبتعد عن اللعب بشكل اساسي، ده هنا اهو لازم يكون حماسه والاراده اللي عنده تكون اقوى ما بيكون بيلعب بشكل اساسي. يعني ما يعني بالعكس، ممكن قد يكون اللعب بشكل اساسي يديك نوع من الاطمئنان شويه، في الارتياحيه شويه. المشاركه كابتن محمود في المباراه، المشاركه في المباريات برده مهم، يعني علشان طبعا يعزز الثقه، يخلي برده الاداء افضل، يبتدي النظر يروح ليه. ويمكن ده اللي حصل بين شريف اكرامي ومحمد الشناوي، لما محمد الشناوي بدا ان هو كمان يكون اساسي في بعض المباريات اللي كان فيها غياب لاكرامي، ابتدى النظر يجي لمحمد الشناوي، ومن هنا بدا التالق بتاع الشناوي. يعني ده اللي انا بتكلم فيه. وبرضه لو القعده طولت وارد جدا الحماس يقل ويفطر. بالنسبه انا مش بتكلم بقى على حراسه المرمى عموما، فكره ضد تحت اي ظروف ان اللاعب مهما طولت القعده لا، لان اصلا ممكن في لحظه لا قدر الله اللاعب يصاب مستواه يقل شويه، لازم انا احسس الجهاز الفني ان انا قادر، يعني فيهم ثقه فيا، ازرع الثقه جواهم، ده بادائي في التدريبات واذا كان بلعب ماتشات وديه. فانما دي ده دور اللاعب اللي هو بديل، لازم طول الفتره هو في اعلى مستوى ليه، ولازم احسس اللاعب الاساسي ان انا ندي ليك. دي هتخليك برده ممكن تديك فرصه للعب، وفي نفس الوقت هترفع او تخلي اللاعب الاساسي يحافظ على هذا المستوى. واللاعب الاساسي لما بيحافظ على هذا المستوى والنديه تزيد، دي هتخليني برده في الحالتين مصلحه، انا هعلم لازم اعلى المستوى. صحيح. فدي كانت واعتقد دي كانت موجوده بين الكابتن اكرامي والكابتن الله يرحمه الكابتن سيد رحمه الله. ده دور اللاعب البديل، ودور الجهاز الفني بقى لازم ارفع اهتم. يعني انا جت في ذهني حاجه، دور ريفي ده كان مدرب بيدرب منتخب انجلترا وجه دربنا في 84، قعد فتره صغيره الحقيقه، ما كملش لظروف اسريه يعني. انما انا فاكره كان بيجي قبل التمرين، وبتبقى مواعيد اللعيبه المصابه قبل التمرين، كان يجي قبل التمرين ويقعد ويتابع التدريب ويرفع من معنوياتهم. ده دور لازم انا برضو ادي الثقه كجهاز فني لكل اللاعبين، واديله امل انه ممكن يكون متواجد في اي وقت، ولما الاقي فرصه ان انا اشجعه اديله فرصه اشجعه. صحيح. فيعني انا يعني احيانا انا كلاعب بمستواي وانا بديل ومستواي ما بيكون بيرتفع، انا بجبر الجهاز الفني ده يفكر فيه انه يديني ماتش. فهي في توازن بين الجهاز الفني وبين اللاعبين. انا اعتقد يعني وأأمل اكيد ان ده ممكن يحصل فعلا في الفتره اللي جايه، يبقى في برده يعني مشاركه من نتكلم هنا علي لطفي ومصطفى شوبير، وهما الاثنين اكثر من رائعين، هما يعني بصراحه. كمان لو حضرتك هتقول واتكلمت عن روح التنافس، انا بشوف كمان ان روح التعاون ما بينهم كويسه جدا، يعني ولمسنا ده كتير في مواقف مختلفه، يعني سمعناها واتحكت. فنتمنى خير ان شاء الله لكل الفريق. احنا للاسف وقتنا في الفقره دي يعني انتهى، يا دوب نلحق نشكر حضرتك على وجودك معانا، نورتنا وشرفتنا، اسعدتنا والله بوجود حضرتك، وان شاء الله نقابلك مره ثانيه على خير عن قريب باذن الله. استاذن حضراتكم ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم حواراتنا. اتفضل. علاقة صداقة مع الكرة، هذا ليس خيالا بل واقعا يعيشه لاعب الفريستايل فوتبول. الحركات الصعبة التي يؤديها لاعب الفريستايل تؤكد أن ثمة علاقة صداقة بينهم وبين الكرة، فعند أصحاب المواهب الخارقة يكون الصديق لديهم صديق من نوع آخر، فحركات الكرة تخرج عن المألوف عند لاعبي كرة القدم، بل تتجاوزها بمهارات استعراضية
تبهر المشاهدين. رياضة الفريستايل تعد من الألعاب التي تعتمد على المهارات الفردية بكرة القدم، فهناك حركات تستغرق شهوراً لتعلمها، فهذه الحركات ليس لها علاقة بالمهارات داخل الملعب، إنما تعبر عن موهبة كامنة داخل لاعبي الفريستايل مع تدريب مستمر لفترات طويلة لإتقان الحركات الجديدة وابتكار حركات أخرى مبهرة. لا يوجد فرق بين الرجال والنساء في ممارسة تلك الرياضة، فعلى مستوى العالم هناك فتيات وصلن لمستوى عال من التقدم في تلك الرياضة، كما يمكن ممارستها في أي مكان، حتى إنها تحولت من رياضة تمارس في الشوارع إلى لعبة تؤدى على المسارح، وهناك موسيقى خاصة لتلك الرياضة التي تبهر كل المشاهدين وتضيف الحيوية لأي عرض. يطمح لاعب الفريستايل في مصر إلى إنشاء اتحاد خاص للعبة وتنظيم بطولات ومسابقات سنوية للعبة لتشجيع عدد أكبر من الناس لدخول المنافسة. طيب خلينا نرحب بضيفنا شهاب الدين أحمد، لاعب الفريستايل زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير. صباح الخير. صباح النور. سعداء وجودك معانا، وإيه اللي شاء الله بساطة اللي احنا شفناها في التقرير ده؟ الفريستايل يعني هي مهارات ممكن أي حد يعملها بس بالتدريب، تبدو سهلة لكن في حقيقة الأمر بتهيالي هي في منتهى الصعوبة. هي عايزة وقت وصبر، يعني تدريب إن أنت حابب الموضوع، لكن لو مش حابه بيبقى الموضوع لو بتزهق بسرعة، ما جبتش الحركة خلاص. ايوه عايزه وقت بس انت تكون بتحب الموهبه. بس انت قلت التدريب وصاد، ما قلتش موهبه. هي بيبقى في جزء موهبه بس اللي لو حد ما عندوش موهبه بس صبر واتدرب اكيد هيجي بقى. كله هيجي بالتدريب يعني. طيب شهاب، اولا انت ابتديت امتى يعني؟ هو انا مبتدي من تقريبا 3 سنين، كنت اصغر برضو فري ستايلر بدا. كان عندي ساعتها 15 سنه. فدلوقتي او 14 تقريبا، دلوقتي انا عندي 17 سنه، اصغر فري ستايلر في مصر. طب انت ليه ما فكرتش تلعب كره قدم بالشكل الكلاسيكي المتعارف عليه؟ ليه حبيت تختلف وتركز اكتر في الفري ستايل؟ لعبت في اللي هو تدريبات خماسي في 11 بس اكاديميات مش نادي. أوكي. جربت حكايه النوادي وان انا اروح اختبارات وكده، بس يعني للاسف ما حدش بيركز اللي هو بيبيعوا استمارات والحاجات دي. لان انت رايح لهم بامكانيات ومهارات فنيه استثنائيه. انا للاسف ما حدش مركز، ما بالذات انا في اسكندريه، فالنوادي هناك قليله. احنا عرفنا ان انت من اسكندريه اول ما طلعت. برافو عليك. انا كمان والله. ايوه كريم من اسكندريه. اسكندرانيه زي بعضينا. بعدين انت عارف اللكنه الاسكندراني ايه؟ بتتلقط. طلعت ولبست ونزلت والحاجات دي. لا بس يعني انت في الكوره وايه تاني يعني؟ انت قلت لي ان في طريقه كده بالايد برضو صح؟ ممكن احنا نشوف بقى عينه كامله يا استاذ. هي الحركه دي سهله. علمني انا وكريم مثلا الحركه بتبقى كده دي كده سهله ممكن جدا كده. ممكن كده. ايه ده ايه ده؟ الله في منتهى السهوله ترجع. بس هي الحركه سهله يعني ممكن اي حد يطلعها. طب بالمره بقى ما تتم جميلك معانا ونشوف برضو معاك كده ايه عينه بسيطه، نموذج بسيط من المهارات اللي وبعد كده نرجع طبعا هنكمل كلام وبعدين نقلد او نتعين. مش من مصلحه حد، مش من مصلحه المشاهد. طب ازاي كده بترك؟ خليها برضو عشان افهم يعني. لا دي مش هسالك فيها بقى. موضوع اكبر مما تخيل. واو حلو. تاني يا كريم انت بتعمل الحركه دي دايما يعني الى حد ما. انا عايزه اتعلم دي قوي يا شهاب بعد ما تخلص. هو اكيد الله. اي حد بيتعلمها بس تاخد وقت. ده شغل عالي يا استاذ. هاتا ده شغل عالي يا استاذ. عملنا الكوره يا جماعه والنبي. ده شغل عالي. لا ايه ده يعني؟ ده ثبات انفعالي وتوافق عضلي عصبي على يعني ايه المقادير اللي تخلي ان وجدت عند اي حد يقدر يعمل اللي انت عملته ده؟ هو التدريب ما الفريستايل غير الصبر والتدريب اللي اتكلمنا فيه. مش عايز جسم، مش عايز اي حاجه، بس عايز
انت تصبر على الحركه بس فاهم. يعني انت مثلا كل حركه من دول ممكن تقعد فيها شهور بتتمرن عليها؟ في حركات بتاخد منك مثلا ممكن يوم. أوكي. في حركات تانية ممكن تقعد اسبوعين. في حركات مثلا صعبه جدا ممكن تاخد 6 شهور او كده. وخصوصا انت بتعمل كمان بس حركات دي اللي هو ايه عينات يعني. مش الحركات الاساسيه يعني بس. اوكي. هو ده فيديو انت هنا ده كنت على البحر ده تقريبا؟ ده في مطروح تقريبا. طب بص يا شاب خليني كده برضو ايه يعني قول لنا التكنيك. ادي الكوره معانا ها، انت بتيجي من الحته دي ولا في اي مكان؟ اي مكان. اي مكان. لا انا عايزك يبقى في ثقه. ابتدت مرحله الخطر بالنسبه لي. ثقه اكتر يا باشا. ممكن خليك تلفها انت. ايه؟ خليك تلفيها. طب يلا يا جماعه عن اذنكم احنا هنضطر نوقف بقى. الله. ده؟ ثبتيه واتني شويه لفيه عندي انا. ماشي. لو جه في راسك يا كريم انا مش بتحلق على الزملاء. ده كلام محترم قوي. شناوي ولا مش شناوي في نفسي؟ بامانه ربنا اللي حصل ده مش دليل ان في سرعه رد فعل تاهلني لحراسه المرمى؟ هو الموضوع ده كان بقى خطر يا ولا جربها. ده كان بقى خطر يا جماعه. كريم والنبي جربها انت. طب جربها انت. لا انا ما بديش ما اعرفش. طب اتفضلوا استريحوا في الصالون. ممكن برضو تجربها بس لا لازم ايديك تبقى استحاله. ده كتر يعني. لا ده اخر يا ريس، ده اخر يا ريس عشان الديكور. بس انا فهمت شويه. انا بكمل كلامه عادي بقى. يعني بجد والله العظيم تبدو فعلا الامور دي وكانها شيء سهل وعادي ان اي حد يعملها، بس هل فعلا التدريب لفترات يعني زمنيه مناسبه ممكن تؤدي ان واحد ما كانش عنده موهبه بس يبقى عنده موهبه في النوع ده من الفريستايل؟ هو الموضوع ان انت تكون حابب. دي اساسا تعتبر موهبه، ان انت بتدور على اللعبه اللي انت عايزها. دي برضو اللي هي بتنمي ان انت عايز تبقى ايه، عايز تتميز في حاجه معينه، عايز ما تبقاش لاعب كوره عادي. عايز تبان للناس انت بتعمل حاجه مميزه. طب انت في الكوره بيبقى فيه بطولات ويعني ومباريات بتخوض فيها مع فرق منافسه عشان تميزك يبان. في حالة الفري ستايل انت بيبقى فيه مثلا منافسات معينة، بيبقى فيه بطولات معينة محددة ليها؟ في كذا نوع من انواع البطولات بتتعمل هنا في مصر، وطبعا بتبقى في القاهرة يعني. فبنجيلها بتبقى عددنا بتاع 50 شخص يعني بيلعب. مش كتير في مصر عشان احنا مش كتير بيصبر برضه على اللعبة. المسابقة بيبقى مترتب احسن 23 في مصر. احسن 16، احسن 8 والثلاث الاوائل. بس كل ده اللي بيكسب الاول بس، باقي الناس اللي هو اكنهم شاركوا بس. أوكي. لكن الاول بيكسب وبيسافر بره تبع البطوله اللي هي الكبيره يعني. طب وانت يعني طبعا بجانب دي هوايه اكيد، انت بجانب ده بقى بتدرس بتشتغل؟ انا في ثالثه ثانوي لما بداتها كنت برضو دراسه وكده، بس انا اساسا بحب الرسم وبعمل حاجات بالخشب. مجسمات كده بس. فاللي هو انا اساسا هوايتي الاساسيه الرسم يعني. انت فنان من كله الحقيقه يعني. طب انا عايز اسالك على، انت عارف ان مصر طول عمرها في دنيا كره القدم ليها خصوصيه شديده جدا، بعيدا عن المنتخب وبعيدا عن الفرق والانديه. احنا دايما عندنا اللعب في الشوارع وفي الحواري وفي الكفور وفي النجوع وتحت الكباري، ودايما بتلاقي عندنا لعيبه حريفه قوي مش بينتموا لاي نادي باي حال من الاحوال. هل مصر ممكن تبقى بالتالي متميزه في تبصيره الفريستايل بالمقارنه بدول ثانيه؟ في مصر فريستايلر بليفل ممكن ينافسوا عالميا، بس هم مش ظاهرين او مش عارفين يظهروا، ما جاتلهمش الفرصه، فهم مستنيين الحاجات دي. بس هو الموضوع صعب شويه ان انت تلاقي الفرصه ان انت تسافر او تطلع او كده. اغلبيه الناس السوشيال ميديا مش عامله معاك واجب في هذا الاطار. في ناس يعني مثلا زي باسم عجيبه، الميديا عرف يستغلها كويس، عرف يطلع يخش مسابقات وكده. هو مميز في حركات. فانت لو عرفت تتميز في حاجه وتسوق برضو لنفسك، واللي هو تعمل اكونت وتجيب فولورز بقى، واللي هو تدور على الناس ازاي تشهر نفسك، فهو ده اللي ممكن يظهرك للناس وممكن تسافر بيه. بس جميل. والله انا مبسوطه يعني بيك، بس اكيد انت بجانب ده لازم يبقى فيه تمرينات. انت بتمرن نفسك، انت ما عندكش مدرب صح؟ فانت كل من A to Z زي ما بيقولوا، انت معتمد على نفسك، لياقه بدنيه، تغذيه، الحاجات دي كلها. اصل هي مش فكره بس انا بعرف احرك الكوره يعني، صح؟ للاسف الدراسه والوقت ده يعني. انا مثلا الفريستايلرز العادي
بيتمرن مره كل اسبوع مره كل اسبوعين كده، لكن انا باخد فترات كبيره عشان الدراسه وثالث ثانوي وكده. ربنا يوفقك ان شاء الله وما تخليش دي فعلا تاثر على الدراسه. بقى جرب اخر مره يمكن والشاي يبقى حلو علينا في النهايه. احنا كده خلصنا، خد لك ساتر يا برنس. طبعا هقول لحضراتكم على حاجه خليها بعد فعلا بعد الهوا. احنا بنشكركم على متابعتنا وهنحكي لكم بكره ايه اللي حصل يعني بعد ما بعد الحلقه. شوفكم بكره ان شاء الله.